بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. في البداية اسمحوا لي، الواحد ممكن يكون فيه دور برد شوية، ولكن في الوقت الصعب اللي احنا بنمر بيه ما ينفعش ان نبقى موجودين مع حضراتكم، ونأكد على المناشدة لأعضاء الجمعية العمومية اللي من وجهة نظرنا دايما هم اللي بيقودوا النادي، اللي يبقوا موجودين. فما ينفعش اللي احنا النهاردة ما نبقاش موجودين مع حضراتكم كالعادة، لأن عندنا بعض الأمور المهمة والقضايا المهمة اللي بنناقشها لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وأعضاء جمعيته العمومية. في البداية هنتكلم عن فرقة كرة القدم الأول. الحمد لله رب العالمين، بعد الأجازة الفريق بيرجع النهاردة، بيقود التدريبات كابتن أحمد أيوب، في مجموعة المنتخب موجودة مع هتبقى موجودة مع المنتخب بالاستعداد لمباراة أوغندا. في المجموعة الثانية اللي هي مش موجودة في المنتخب اتدربت النهاردة. تدريبات في البداية بعد أجازة بتبقى خفيفة أكيد، ولكن شعارنا أفريقيا يا أهلي. اتكلمنا في الأسبوع اللي فات وخصوصا قبل مباراة الكاس، قلنا بعيد عن اللي احنا نتكلم على الكاس ونقدم دعم للجهاز الفني ونقدم دعم للاعبين، مهم جدا كنا نقول الكاس يا أهلي. في البعض على طول بقى شعار عند كل أهلاوي الكاس يا أهلي. الحمد لله ربنا وفقنا، ومباراة كانت مهمة جدا جدا، والانتصار لما بيجي في الوقت الصعب بيبقى ليه كمان طعم آخر عند الأهلاوية. النهاردة من النهاردة أفريقيا يا أهلي. النادي الأهلي يستعد، كلنا ورا النادي الأهلي، وده الطبيعي وده المفروض. بعيد عن الكلام اللي بيحصل ده أكيد وده وارد، اللي كل واحد بيدافع عن حقوقنا دي، وده دورنا اللي احنا ندافع، لكن كمان وطول الوقت لازم نتكلم على فريق كرة القدم، لأن النادي الأهلي لو قدر يحقق بطولة أفريقيا السنة دي كمان في كرة القدم يبقى إنجاز يحسب لكل الأهلاوية، مش لمجلس بيدير ولا أعضاء جمعية عمومية موجودين ولا جماهير موجودة، لكل الأهلاوية أكيد هيبقوا فخورين باللي النادي الأهلي اللي بينتموا له بيحققه. بس هرجع وأقول مرة تانية، ألعاب جماعية كان في نتائج مش عجبانا كلنا، وكان في ما كانش فيه صفقات، كان فيه اهتمام بكرة القدم أكتر شوية، عشان الناس دايما بتحب فرقة كرة القدم تبقى في مكانتها الطبيعية ومنصة التتويج. السنة دي الشغل في كل الاتجاهات، في الألعاب الجماعية أول مرة في تاريخ النادي الأهلي بيحقق بطولة السلة في بطولة أفريقيا، اليد عامل إنجاز كبير جدا جدا جدا، كرة الطائرة مع الكابتن محمد مسلحي، كل الناس عاملة شغل كويس جدا في الألعاب الجماعية، تنس الطاولة، كاراتيه، سباحة، شغل محترم. كرة القدم دوري وكاس بعد غياب 10 سنين بندور على أفريقيا، عشان كده هرجع أقول تاني أفريقيا يا أهلي، أفريقيا يا أهلي، عشان دايما إحنا بنتحدى الصعاب، دايما النادي الأهلي بيقدم أمور مختلفة أو بطولات مختلفة أو إنجازات مختلفة عن الجميع، عشان كده ده الأهلي بكيانه بجماهيريته الكبيرة. يا رب تمم السنة دي على خير ببطولة أفريقيا اللي غايبة عننا شوية، ولكن عندنا ثقة كاملة في الجهاز الفني وجميع اللاعبين الرجالة اللي في الوقت الصعب بيبان معدن الرجال. كمان الفكرة اللي بعض بشوف البعض في الإعلام المصري بيقعد يتكلم على الترجي فريق منظم وفريق مش عارف ايه وفي ايه وخط ايه ودفاع ايه، احنا الاهلي يا جماعه، احنا الاهلي اللي جاب بطوله افريقيا من الصفاقس في الصفاقس هناك، وكان كل الاهلاويه محبطين بعد المباراه الاولى، ولو سالت اي اهلاوي في الشارع يقول خلاص البطوله راحت. احنا الاهلي اللي كان فيه ظروف صعبه جدا، ما كانش فيه جماهير ولا كان فيه رياضه في مصر، ومع حسام البدري ومن الترجي رحنا أدينا واحدة من أروع المباريات في تاريخ النادي الأهلي، ورجعنا بالكاس من بره، ورجعنا بالكاس من مباراة الصفاقس بره، ورجعنا من القطن الكاميروني من بره. ف ليه دايما نمجد في الفرق اللي بيلعبها النادي الأهلي وننسى معدننا إحنا وتاريخنا إحنا؟ إحنا كبار قوي والأهلي عظيم قوي. فأنا بأكد على ده اللي إن شاء الله قادرين في أي تحدي، لأن هو ده الأهلي. كمان عايز أكد على نقطة مهمة لحضراتكم، كلام كتير برضو مرة تانية على الصفقات ومش عارف مين مدافع وخلاص الأهلي قرب من فلان ويبتدي تمشي
كلنا نقعد نتكلم على لاعب مثلا سوري او مصري ونمشي في الخط ده، ولما ما يجيش اللاعب ده حصل اخفاق والتعاقد. انت اللي اخترعت الفكره اساسا، انت اللي اتكلمت على الفكره، محدش قال لك ان الاهلي بيفاوض حد، ومحدش قال لك ان الاهلي جايب حد. انت بنيت فكره من دماغك ومشيت عليها، ولما ما تتحققهاش فتقعد تقنع الناس ازاي اللعيب ده ما جاش. فده مش صح. في الكواليس كلام مع بعض اللاعبين، باكد اللي فيه، والكلام الاكتر على لاعب مصر في مكان السردباك، ولكن في لعيبه رجاله موجوده، محتاجين يبقى في سردباك موجود عشان المشوار، وعدد لازم يبقى في لعيب موجود مع اللعيبه اللي موجوده، باكد معاكم على ده وموافقكم على ده، ولكن الاهم اللي احنا دلوقتي الاهلي ابتدى استعدادات، فمن اول يوم استعدادات قلنا فرقه الكوره ما ينفعش نتكلم عنها خالص طول ما هي اجازه، لان عايزين نبعد اللعيبه ما نشتتش افكارهم، ما نكلمهمش في كوره خالص، لان الطبيعي في اي حته في العالم اللعيب لازم ياخد شهر او ثلاث اسابيع راحه، فده ما حصلش وما بيحصلش كده غير عندنا. امور بقى مرتبطه بالنظام، بالمواعيد، بالالتزام، بالرؤيه، بامور كتير جدا، بالتخطيط، وده احيانا بيبقى صعب، بنعذر فيه المسؤولين شويه، واحيانا مش هقول بنهاجمهم، بس احيانا بنقول لهم لا في عيب عندكم، الايد بتبقى مرتعشه، والايد بتبقى خايفه، والايد بتبقى بتعمل حسابات لناس على حساب ناس، فاللي بيدير ما ينفعش ايده تبقى مرتعشه، لازم قراراته تبقى بايد من الحديد. وهرجع اذكر نفسي واذكر حضراتكم في بدايه الدوري اللي فات ده اللي الاهلي حسمه قبلها باربع اسابيع، حصل من المدربين مشاكل كتير جدا، فكان في ردع، تلاقي المدرب هنا اخذ 8 ماتشات، وهنا 6 ماتشات، وهنا 4 ماتشات، وهنا مش عارف 5 ماتشات، فبالتالي الكل التزم، فاحنا بنيجي بالكلام ده، هي دي الحقيقه، بنيجي لما بيبقى فيه ردع في القرارات، لكن لما بنعمل حساب وفلان وعلان وما تجيبليش الحكم ده وهات لي الحكم ده، لا ما تحطليش دي، لا ما تعمليش البند ده، لا مش عارف حط لي ايه، بتتقلب الموضوع لسلطه. واحنا في النادي الاهلي اتربينا على الانضباط زي المؤسسه العسكريه بالظبط، اتربينا على الانضباط، اتربينا على الالتزام في المواعيد، اتربينا على تحقق اهدافك مع احترام الخصم. فمن هنا هرجع لمباراه افريقيا، بنحترم فريق الترجي وبنحترم جمهور الترجي جدا، وعلاقتنا بيه محترمه جدا جدا جدا، لكن كمان انا عايز اكسب. فمن ضمن اللي بيعمله الكابتن حسام في الكواليس حتى على مستوى التصريحات، المدرب اللي يبقى خايف اتعلمه معايا ده، المدرب اللي خايف هو بيقابل فريق يقول لك ايه ده ضعيف، ده دفاعه وحش، ده مش عارف ايه، ده الباك رايت عنده مشكله، ده الباك ليفت مش عارف، ده خط هجومه الناس مش منظمه، بيقعدوا يتخانقوا، تلاقي بيبرر اعذار ويقعد يقلل من الخصم. فالمدرب اللي بيعمل ده تعرف اللي هو خايف من المنافس، مش بيحترم، عشان كده تلاقي مفاجآت على طول. لكن اللي بيحترم المنافس وبيذاكره كويس ويديله قدره حتى لو هو ضعيف، بتلاقي ربنا بيوفق، لان انت احترمت المنافس سواء في التصريحات او سواء من تركيز لعبتك او سواء من مذاكره الفريق. خليني كمان بسرعه انتقل لزميلي صباح حسام نور، انا اسف، من جريده الصباح. حسام برحب بيك. اهلا وسهلا بيك يا كابتن شادي وكل الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي. حسام برحب بيك، وعايز اعرف منك ايه اللي حصل في التدريبات النهارده مع عوده الفريق بعد الاجازه. طبعا يا كابتن شادي، الجهاز الفني خلاص رفع حاله التاهب استعدادا لمباراه الترجي، لا صوت يعلو على صوت مباراه الترجي. زي ما انت قلت حتى انه الكلام كله مع اللعيبه النهارده قبل بدايه التدريب عن اهميه الثقه والخبرات، ان انت بتمثل النادي الاهلي، النادي الاهلي بتعمل له 1000 حساب في افريقيا، لازم عندك زي ما انت عندك جرعه بدنيه وجرعه فنيه في الملعب، لازم يكون عندك جرعه ثقه وجرعه نفسيه، ده مش من فراغ، ده من تاريخ المواجهات ومن البطولات اللي النادي الاهلي حققها. التدريبات النهارده كابتن شادي طبعا انطلقت في غياب اللعيبه الدوليين سواء لعيبه النادي الاهلي او علي معلول اللي موجود مع منتخب بلده، بالاضافه طبعا لغياب عماد متعب لظروف خاصه به، وكمان النيجيري جونيور اجاي حصل على 72 ساعه اضافيه راحه، كل ده ما فيهوش مشاكل خالص، كل الحاجات دي بالتنسيق مع الجهاز الفني. من بكره ان شاء الله هيبدا الحمل البدني يرتفع شويه، هيكون في تدريب على فترتين بكره 9 الصبح و5 ونص العصر ان شاء الله. في طبعا كابتن شادي الاحمال البدنيه هتبقى في تدرج فيها بشكل تدريجي عشان يوصل اللاعبين للفورمه المناسبه بعد اجازه استمرت لمده اسبوع عقب مباراه الكاس.
هيكون في مباراه وديه مع فريق النصر خلال الايام القادمه لتجهيز جميع اللاعبين وارتابهم حتى المباريات، خصوصا انه النادي الاهلي عنده مجموعه كبيره مع المنتخب الوطني، مجموعه كانت موجوده مع منتخب المحليين، فانت محتاج تجرب بقيه اللاعبين اللي ما كانوش موجودين في الفتره اللي فاتت، بالاضافه انه طبعا هيكون في مشاهده لمباريات الترجي التونسي سواء في الدوري المحلي او مباريات في افريقيا. الجهاز الفني برضه طلب تقرير في الفيديو مفصل عن حاله كل لاعب من لجنه الاحصاء اللي موجوده وسام صفوت والمجموعه اللي معاه، هيعملوا حاجات احصائيات وارقام متعلقه باداء كل لاعب في الترجي التونسي مع الاداء المطلوب من كل لاعب عندنا في النادي الاهلي، بحيث يكون كل لاعب عارف المهام المطلوبه منه. ده بخصوص استعدادات الفريق لمباراه الترجي التونسي. عندنا برضو كذا خبر النهارده في النادي يا كابتن شادي. اتفضل. المهندس محمود طاهر كان قام بجوله النهارده عشان يطمئن على الترتيبات الخاصه بالجمعيه العموميه. تمام. قرر لها الايام اللي جايه ان شاء الله عشان يطمئن على العدد، كلنا عارفين يمكن ان الاستراط اللي كانت طالبه الجهه الاداريه 12500 عضو، دول طبعا انت عارف دول يفوق يمكن حتى السعه اللي ممكن يسعها استاد مختار التشكيل في الناحيتين، سواء المدرجين المدرج الجديد او حتى المدرج اللي هو مقفول علشان يمكن عمره من سنين طويله. برضو كان المهندس محمود طاهر اكد انه الموقف النادي الاهلي في الجمعيه العموميه قانوني، وان القانون هو اللي بيفصل ما بين النادي الاهلي واي جهه ثانيه على راسها الجهه الاداريه. تمام. في برضه يا كابتن شادي هاخد من كلامك جزء انت كنت اتكلمت فيها بخصوص موضوع الصفقات، وان صفحات السوشيال ميديا او المواقع او الحاجات بتضغط في اتجاهات معينه. طبعا بايد كلامك انه من حق جمهور النادي الاهلي انه يبقى عايز يشوف صفقات وعايز يشوف الفرقه في احسن حال وعايز يشوف افضل لعيبه العالم موجودين في النادي الاهلي، لكن الامور مش بتقاس بكده يا كابتن، مش بالاسماء. انت ممكن يكون عندك لعيب هايل جدا بره لكن انت مش محتاجه فنيا، او انت عندك اللعيب اللي يقدر يأدي، او خطته ما بتمشيش مع النادي الاهلي، طريقه لعبه فرديه ما بتمشيش مع السياسه العامه للجهاز الفني. الكلام برضه عن بعض الاسماء ومنها مدافعين كوريين بارقام كبيره جدا. كان في كلام من مسؤولين في النادي النهارده ان انا ممكن اجيب لعيب حتى لو هو مواصفاته الفنيه كويسه جدا، لكن ده يجي يعمل لي مشكله جوه الفرقه، لانه مثلا بيبقى طالب سقف معين ده فوق السقف اللي انا سامح فيه. مهم جدا ان انت يكون عندك استقرار داخلي، ما يكونش فيه لعيب شايف ان هو مثلا مظلوم ماليا او مش متقدر بالشكل المناسب، وفي النهايه انت عندك سقف تعاقدات برضه بتلتزم بيه، لان انت برضه مؤسسه زي ما بتدفع فلوس زي ما بتصرف لك مداخيل ماليه كبيره، لكن برضه عندك التزامات كبيره مش بس فرق الكوره. كل الاسامي اللي احنا بنشوفها دي كابتن شادي مش كلها صحيحه، بعضها مدفوع من وسائل اعلام قوه الدفع او بعض وكلاء اللاعبين، لكن اللي نقدر ناكده للجمهور انه في شغل على صفقات مميزه جدا مكتفي بالغرض، مش الفكره ان انت تجيب كم كبير من اللعيبه، لا انت تشوف انت محتاج ايه بالظبط وتدعم الحته اللي انت محتاجها، بغض النظر عن ان في ناس عايزه النادي الاهلي يتعاقد مع كل لعيبه مصر او كل لعيبه افريقيا. الكلام ده طبعا ما بيمشيش، انت بتحتاج اللي محتاجه فعلا هو اللي انت تتعاقد معاه. برضه بخصوص احمد حمدي اللاعب الموهوب الشاب في فريق الشباب واللي بيتدرب مع الفريق الاول من فتره كابتن شادي، بالفعل في عرض من نادي اودينيز الايطالي، كان احمد حمدي خاض فتره معايشه ناجحه جدا معاهم، وبدا الكلام مع النادي الاهلي ان هو يبقى فيه استعاره لمده موسم بنيه البيع النهائي بعد الموسم في حاله تالقه. العرض بيتم دراسته بالتباحث مع الكابتن حسام البدري اللي لسه هيكون في طيران الفريق يوم الجمعه ان شاء الله، هو موجود بره مصر عشان اجازته. برضه بالنسبه للامور الماليه بيتم بحثها بما يليق بالنادي الاهلي واللي يؤمن مستقبل اللاعب كاحد المواهب اللي ان شاء الله يكون سفير للكره المصريه وللنادي الاهلي زي رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه واحمد حجازي برضه. حسام حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ لا يا كابتن شادي، دي معظم الحاجات اللي موجوده. برضه يمكن حتى انت اتكلمت عليها برضه بخصوص الالعاب الاخرى، ان طمن جمهور النادي الاهلي ان كل الاستعدادات بتتم بشكل كويس جدا. فرقه الطايره مع كابتن محمد مصلحي في شغل كويس جدا معمول، وهيبقى في مباريات وديه عشان المنافسه على بطوله الدوري وبطوله الكاس غير افريقيا اللي الفريق بيحمل لقبها. فريق اليد النهارده برضه بدا سلسله من المباريات الوديه في اسكندريه عشان يجهز اللعيبه، عنده مهمه كبيره جدا، هيبدا الموسم بمباريات قويه، وبعد كده عنده بطوله افريقيا اللي هتكون في تونس هينافس على لقبها طبعا اللي هو بيحمله. فرقه السله فيها شغل كويس جدا، مودي الجرح لسه مجدد عقده وفي صفقات انضمت وفي لعيبه تم تصعيدها من فريق 16 سنه اللي هو يعتبر فريق الامل، فكل الامور دي بتمشي بشكل كويس جدا بما يؤكد ان مستقبل اللعبات كلها في النادي الاهلي يسير بانتظام ان شاء الله. زميلي حسام نور من جريده الصباح، بشكرك يا حسام شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي انت قلتها. طبعا زي ما قلت لحضراتكم شعارنا خلاص ما دام الفريق رجع للتدريبات افريقيا اهلي، ان شاء الله ربنا يوفق الكابتن حسام ويضع التشكيله المناسبه للمباراه المهمه جدا. المباراه هنا يبقى في حضور جماهيري، وانا عارف
مهم جدا التواجد الجماهيري للنادي الاهلي، بيفرق كبير كتير بشكل كبير، خصوصا التشجيع والاراده واراده النصر اللي بتبقى طول الوقت عند الجماهير وهم موجودين، بيبقى في كلام تاني خصوصا في المباريات النهائيه. الفريق الكبير اللي بيعرف يتعامل في المباريات النهائيه موجود، التركيز موجود، وربنا ان شاء الله يوفق الكابتن حسام البدري ويضع التشكيله المناسبه لمباراه الترجي يوم 16 المهمه جدا جدا. وافريقيا يا اهلي، كلنا كاهلاويه ده الطبيعي وده المنطقي واللي بنقدم المسانده والدعم طول الوقت. عايز اتكلم كمان على نقاط مهمه جدا، بنناقش حاجات كتير في البرنامج، والبعض يقول لك تعصب، والبعض يقول لك الاعلام اللي هو في المثير واللي مش فين الاثاره؟ هو اللي دافع عن ناديك تبقى اثاره؟ هو ليه يا جماعه مش بيقول لك فاذا استعنت فاستعن بالله؟ احنا بنستعن بربنا وهادين وبنتكلم في بعض الامور ما فيش حد بيناقشنا فيها عشان بنتكلم في الحق. في نقطه كمان عايز اقولها وده الاهم بالنسبه لي، احنا مش بنقول لفرقه الكوره بالمناسبه خليكم انتوا الفاعل عشان انت الاهلي تبتدي المباراه ضاغط، وبنتكلم بحماس الجماهير ابتدي ضاغط، ممكن يكون المدرب ليه رؤيه تانية وعايزين الاهلي رد فعل في الماتش لكن احنا كقناه احنا مش فاعل، احنا رد فعل، رد فعل للاكاذيب، رد فعل للتزييف الحقائق، رد فعل في وقت فيه كلام كتير جدا بيظهر فيه منتفعين وبيظهر فيه اصحاب مصالح وبيظهر فيه ناس كتير، لان ده سوق، وخصوصا لما الاهلي الكبير العظيم بيبقى داخل لسه على انتخابات، احنا مش في انتخابات، لكن لما بيبقى داخل كل واحد بيربط بقى، اللي عايز حته من المجله شويه، واللي عايز حته من القناه شويه، واللي عايز حته من رئاسه التحرير، واللي عايز حته، هي كده، هي دي الحقيقه. واللي تلاقيه زملكاوي هنا ويزيد، مع احترامي لكل الزملكاويه، لكن الاهلي للاهلاويه، الاهلي لاولاده، لاولاده بقى احنا وحشين دلوقتي عند بعض الناس وكخه، خلاص ناس تانيه غيرنا ويكملوا نثق فيهم اهلاويه، ما هي دي الحقيقه. يبقى الاهلي للاهلاويه، مين يختلف اهلاوي معايا على الكلام ده؟ مين بيحب نادي يختلف معايا؟ فانا بقول لك انا رد فعل، رد فعل في امور تزييف حقائق، ولا لينا بقى يعني، بصوا حوالينا كده، بصوا ورانا، ولا على يمنا ولا في ظهرنا ناحيه اليمين في حاجه، ولا 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 على الشمال في ظهرنا في حاجه، وابقى مسلوب الاراده. انا قامت ثورتين وبنتكلم، مش انتوا سمعتوا كتير قوي حريه؟ عايزين حريات، كرامه، عزه، مش سمعتوا الكلام ده ولا مش ده الشعارات اللي كانت بتتقال؟ ففي ناس يا عيني بقت مسلوبه الاراده، والله دي الحقيقه، مسلوبه الاراده، مسلوبه الاراده، لان في ظهرها ظهير شمال حاضر، يمين حاضر، تمام يا فندم. فانا كشاب واخد فرصه وبعيد عن الكابتن سابق وبعيد عن اي حاجه تانيه، عايز امسك فيها، عايز في يوم من الايام الناس تقول الراجل ده كان بيقول لنا وما سمعناش الكلام، انا بعمل كده. فما فيش مشكله في اي حاجه، ولكن اللي بتكلم فيه في فرق كبير قوي، منتفعين اصحاب المصالح اللي بتشوفوهم اوقات الانتخابات ويزايدوا ده على ده وده على ده، وده لمصلحه ده وده مع فلان وده ضد علان. وبصوا يا جماعه انا اسف، اول مره في حياتي اقول جمله خروج عن النص في البرنامج، البجاحه من البجاحه، اللي يجي يقول لك ايه ده انت منتفع، هو انا في قناه فئويه، انا قناه نادي ولاعب سابق في النادي وكابتن سابق في النادي وقاعد في قناه نادي، مش فاهم بتسوونا بيكوا ليه؟ انتوا احنا بعاد عنكوا كل البعد، احنا رد فعل مش فعل، احنا فعل للاكاذيب اللي كل يوم بنشوفها. ما خرجناش عن النص، يجي يقول لك ده قناه النادي الاهلي بتهاجمنا ليل ونهار، يا عم تهاجم مين ليل؟ هو قناه الاهلي لسه قالت حاجه؟
ده لسه ما عملتش حاجه. يا اخي بصوا في المرايه يا اخي واستحوا شويه، بصوا في المرايه واستحوا، بصوا في المرايه واتكسفوا على نفسكم. فهي دي الحقيقه، ومش انا اللي هقول، انا قلت لحضراتكم جمله عجبتني قوي، دايما الواحد لما بيشتغل ويحط الضمير قدام عينيه يروح يشوف شغله، راضي عن شغلك، رضيت ربنا سبحانه وتعالى، فما بتشوف الشغل. عجبتني جمله اتقالت امبارح قوي، لما انا اعوذ بالله من كلمه انا مذيع وبقول لك ما تصدقنيش في اي حاجه، بلور الكلام جوه دماغك اللي انا بقوله واضربه في خلاط واطلع بمنتج، وقول الراجل ده كلامه صح همشي وراه، والراجل ده لا كلامه غلط، الراجل ده بيتصيد الاخطاء، الراجل ده عامل برنامجه عشان يهاجم الناس بس، والراجل ده بي بي بيمسح جوخ هنا ويلمع اللي هنا الجزمه وتمام يا فندم. انت اللي تحكم، ما تخليش حد يقول لك حاجه وابقى زي البغبغان اكرر بما فيهم انا، في اكتر من كده صراحه، في اكتر كده صدق مع الناس، بقولكش صدقني على ما بقولكش كده، بس بقولك بلور الامور وشوف. طيب ادخل في الموضوع كمان اكتر، عايز اتكلم على فكره اللي فيه ناس تطلع هنا تقول واحد اتنين تلاته اربعه، وشوفوا الكلام ده صح ولا غلط، هم ما يردوش، ما تسمعش صوتهم خالص، تلاقي اللي بيتكلم ويدافع عنهم اللي بيقول لك البدله الله عشاك، وهي بدله شكلها يقرف، تلاقي اللي بيدافعوا عن الشخص اللي احنا بنقول يا جماعه انت فيك واحد اتنين تلاته اربعه، تلاقي شيالين الشنط على طول، اللي هم عايزين يعيشوا كده طول حياتهم، عايزين يبقى كل طول الوقت تمام، لا انت صح، الله ينور عليك، ده انت احسن حاجه في الدنيا، انت ما فيش ولا قبلك ولا بعدك. النوعيات دي للاسف هي اللي بتكبر ناس ملهاش قيمه، مش عايزين يبقى عندهم عزه وكرامه، مش عايزين يبقوا اصحاب شخصيه قويه، مش عايزين. طب بالعافيه هنقول لهم كده اذا كان احنا بنكلم ناس دايركت؟ فتلاقي النوعيات دي بقى هي اللي بتتصدر المادة ومفكر لا احنا بنتكلم. على فكره الكبير اللي يكلم الكبير، مش هنكلم شويه عيال صغيره، الكبير اللي بيكلم الكبير ويواجهه. فمن الاخر فانا بحكي لكم مره واثنين وثلاثه واربعه، احنا رد فعل للاكاذيب والتضليل والمعلومات الكاذبه. طب هقول لحضرتك، هدخل في الموضوع اكتر، قبل ما ادخل في الموضوع هقول حاجه بمنتهى الصراحه عشان تبقوا عارفين، يعني هي قناة الأهلي واحدة ولا اتنين؟ لا، الجديد اللي أنا بقوله لكم النادي الأهلي بقى عنده قناتين، قناته دي اللي عليها اللوجو اللي تمثل النادي الأهلي، والقناة اللي هي جنبنا هنا في المدينة في الحارة المزنوقة موجود قناة تانية للأهلي. اه هي دي الحقيقة، في النادي الأهلي ليه قناتين، لازم جماهير الأهلي تبقى عارفة كده كلها، الأهلي ليه قناتين دلوقتي، قناته الرسمية اللي عليها اللوجو بتاع النادي الاهلي اللي امام حضراتكم بتخاطب جمعية العمومية بكل شرف وامانة، وبتخاطب جماهير النادي الاهلي وبتقاتل على جماهير النادي الاهلي بكل شرف وامانة، والتاريخ هيشهد على اللي احنا بنقوله. وقناة تانية قاعدة بقى اهانات، استضيف كل اللي ضد، اشتم، فقدامك حل، عايز تسمع الاهانات لناديك روح وشوف، اسمع الاكاذيب، عايز تسمع اللي احيانا بنبقى غضبانين زيك وزعلانين اكتر منك ولكن ده نادينا اللي خيره علينا اللي عملنا كلنا اللي بيخلينا نمشي في الشارع فخورين. انت انا اهلاوي، انا 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 عمال اكسب بطولات وفرحان، لكن اللي بيشجع نادي تاني زعلان وحزين ومخنوق ومش عارف يوجد حلول، فبيضطر يخلق اعذار ويخلق امور مش صح عشان يقلل من الاهلي بدل ما يصحح من نفسه. ده اللي على ارض الواقع موجود. ايوه لما الاهلي بيكسب بطوله تلاقي الناس بتخلق اعذار، الحق التحكيم، الحق الاهرام، الحق مش عارف، الحق مش عارف. مش ده اللي بيحصل؟ بدل ما يقول لا انا غلط، بدل ما يقول لا انا اللي بيحصل ده مش مظبوط، وهكذا وهكذا. فالاهلي بقى عنده قناتين، قناه بتشتم اللي عاوزها يروح بالليل،
وقناه بتعرض لك العابك الجماعيه والاخبارك واللي انت عايز تعرفه عن النادي الاهلي وتدريبات الفريق وبعض البرامج اللي بتدافع وبعض البرامج اللي بترصد تاريخ والكلام ده كله موجود. فعندك قناتك الرسميه بس، لكن بقى في قناه تانية موجهه تجيب ناس. اوعى الجمعيه تروح، انا في اهلاوي في العالم يطلع يقول للناس ما تروحش واللي انا عرضته حضراتكم امبارح، واحد بيقول لك ما بعتليش اللايحه ليه على البيت؟ انت على راسك ريشه، تبعت لمين على البيت؟ فهي دي الحقيقه. فمن هنا هقول لحضراتكم، يجي يقول لك ايه؟ قبل ما اقول يجي يقول لك ايه؟ عايز اناقشكم في حاجه بالعقل، نشغل مخنا. انا خلاص في بعض بيكذب فانا هاخد كلامه اللي هو كذبه وانا همشي ورا اللي انا صدقته. هو في حاجة اسمها صرفت في النادي الأهلي مثلا في الحتة دي 90 مليون جنيه؟ في حد بيجيب في العالم 90 مليون جنيه بويا؟ في حد بيجيب ب 90 مليون جنيه خشب؟ بالعقل. مش هو بيقول لك شوية بويا على شوية مش عارف ايه سيراميك؟ في حد بيجيب ب 90 مليون في مربع قد كده او 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 في حجم مساحه كبيره شويه، في حد بيجيب ب 90 مليون بويا وشويه معجون ومش عارف ايه وبتاع عشان ايه انت تطور الحته دي؟ الامانه تقتضي اللي انا قلت لحضراتكم عليه. الامانه اللي يتكلم على انتخابات يبقى مش اهلاوي، يبقى مش جدع، يبقى مش راجل، يبقى ما ترباش في الاهل اللي يتكلم على انتخابات. لكن احنا بنتكلم على جمعيه عموميه محترمه، روح افرض ارادتك، روح قول انا اللي بدير النادي، قول ده نادي انا اللي بديره، عضو جمعيه عموميه هو اللي بيدير وهو اللي بيجيب وهو اللي بيودي، وهو ده اللي احنا بنقوله. ففي ناس قلبها انتخابات، هو قناه الاهلي بتاعت بالليل قلبها انتخابات. طب عارفين احنا راينا ايه لل رسولنا الكريم؟ أيكون المؤمن كاذبا يا رسول الله؟ أنا بستعن بالله بكلام رب، يعني بكلام الله طبعا وكلام رسولنا الكريم، مهم جدا نحطه في الحاجات دي يمكن الناس تتعلم. فلا ما ينفعش المؤمن يبقى كذاب. فأنت بتطلع تبقى كذاب وتعرض مش عارف دي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان ودي بتاعت، طب إيه المانع اللي إحنا نقول الكل في واحد؟ ده حط الحجر الاساس وده جه كمل وده كمل، لكن تطلع تفرقه مرتين، قال لك ايه؟ فرقوا ما بين الاهلي ومدينه زايد ونصر ومش عارف ايه والجزيره، طيب لا ما جابتش نتيجه، احنا كلنا بقينا واحد فجاه، البالونه اتعملت ونكذب. النهارده الكذبه الجديده اللي قناه الاهلي ورموزه هم اللي عملوا كل حاجه والباقي ما عملش حاجه. ما كفايه بقى، ما كفايه بقى يا راجل، كفايه عيب بقى، عيب بقى. الناس واعيه يعني من ضمن الحاجات الرائعه ناس كانت مختلفه معانا تماما، مختلفه مع ارائي تماما، وما فيش ما بعرفش اتناقش معاهم نهائي بعد الحلقتين اللي فاتوا. لا 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 لا، والرسائل موجوده لو عايزين نقراها لحضراتكم ابعتوا لنا، اقول لي اقرا الرسائل، هقرا الرسائل عشان ما نضيعش بس وقت. لكن اقسم بالله ناس، انت راجل اهلاوي كمل في طريقك واحنا معاك، ده هو ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ده الدعم ده اللي بيجي. الاعلامي من غير جماهير ومن غير دعم، سيبوكم من الصفحات المشبوهه اللي معموله من اول يوم عشان الاونطه والكذب ويهاجموا نجومهم ويا راجل ده في صفحات بتدعي اللي هي اهلاويه وكانوا بيهينوا حسام غالي، الكلام ده موجود معانا من سنه ونص، وإهانة المتعب، وفي الآخر متعب يجيب جون يقول لك القناص ومش عارف إيه ويروح ماسحين اللي حصل. همشي ورا فيسبوك وصفحات مشبوهة؟ همشي ورا ناس عايزة تخريب ليل ونهار عشان بتحب أشخاص وتكره أشخاص؟ مش صعب جدا، إحنا بنحب كل الناس، اللي يكسب نقول له مبروك وإحنا في ظهرك ومعاك حتى لو إحنا مش موجودين، واللي يخسر نقول له لا برضه هارد لك ليك وان شاء الله المره اللي جايه توفق اكتر وبتاع ومية مية وزي الفل. هو ده من غير ما نجيب نعلي في ده ولا نقلل من ده.
فهو ده اللي على ارض الواقع موجود. عندنا قناه تانية بتشتم، روحوا لها بقى وصدقوها واسمعوا الكذب اللي فيها واسمعوا التقليد. هو لما انت تيجي كل يوم تكلمني عن انشاءات ومش عارف ايه واللي عملها وقناه الاهلي بتشتم الرموز، اتحدى يطلع فيديو واحد حد قال جمله على رموزه فالناس تصدق؟ الحق وتبتدي بقى تبقى بغبغان. والمشبوه بيتعامل مع المشبوه اللي زيه ويرمي له دي، يقول له خش المنطقه دي الناس هتصدق. خد الكلام ده بتاع النهارده، خد الكذب دوت وخده على طول، والناس هتبتدي هيبقى في ظهير في ظهرنا، صفحات مشبوهه زينا، هنبقى ايد واحده. لكن في ربك بيبين الحقيقه، وفي مواقف كتير ربنا واقف جنب الناس ونصرها. فاختصر لحضراتكم الكلام اللي انا عايز اقوله، ان عندنا قناه تانية دلوقتي جنبنا كده في الحاره المزنوقه هنا في المدينه، مسلوبه الاراده يا عيني، بصوا في ظهرها ناحيه اليمين وبصوا في ظهرها ناحيه الشمال، هتلاقوا سلب للاراده. ما اقدرش احيد عن اللاين، ما اقدرش احيد عن الخط ده او اللاين، ما اقدر. انا بتكلم بمنتهى الشفافيه والوضوح وبهدوء وبعقلانيه، وحضراتكم دخلوا كلامنا في الخلاط جوه كده المخ واطلعوا بمنتج وشوفوا. عندنا قناه ثانيه بتشتم كل يوم بقى لها داخله ايه في 15 يوم غير قناتك الرسميه، شوفوا كلامنا صح ولا غلط. واللي يشتغل انتخابات خاين، اللي يشتغل انتخابات خاين، اللي يعمل تفرقة ما بين الرموز خاين. كلنا واحد دلوقتي، كلنا واحد، الكل ساهم في أهلي مدينة نصر، الكل ساهم في الجزيرة، الكل ساهم في الشيخ زايد، الكل ساهم في كل مكان. لو أنا عايز هدوء وأنا عايز احترام وعايز الكل يبقى الكل في واحد، لكن أنا مش عايز كده لأن مسلوب الإرادة. والحمد لله، عارفين احلى من الشرف مفيش، ولا في ظهرنا حاجه الحمد لله، ومش عايزين الوقت ده اي حاجه في ظهرنا عشان ايه ما يتقالش عن. مع احترامي طبعا انا بتكلم هنا مش على اللي في ظهري، انا بتكلم على اللي احنا بنشوفه، ما هي دي الحاجات اللي بتخليك مسلوب الاراده. لكن كل الاشخاص اشخاص محترمه ورجاله وجدعان وبيحبوا النادي الاهلي، دي الحقيقة. لكن قناتنا الجديدة دي مش بتحب النادي الأهلي، عندنا قناة جديدة مش بتحب الأهلي أبدا، ولا هتحبها ولا هتشوفه طول في يوم من الأيام. طول ما لقيتش مصلحة مع المجلس الموجود ده والاجتماعات والحاجات اللي اتقالت في مدينة نصر وكل حاجة والتوعية بقى، كأن إيه، أنا أكره دايما فكرة الفهلاوي اللي فاهم كل حاجة. لما باجي نكلم حضراتكم في قانون بندخل اهل القانون. لما اجي اكلمك في اي حاجه في كره القدم احنا بنكلمك. لما نيجي نكلمك في قضايا في كره القدم عشنا فيها فبنشرح لك. لما نيجي نتكلم على مسؤول تواطأ في اتخاذ قرار بنقول له. لما ده طبيعي. لكن ما بقعدش اكلمك في قانون وتخطيط لنادي وتخطيط للسياسه الاعلاميه الهنديه الفهلويه. طب لما انا جامد قوي كده ما ترجع، ما ترجعوا الجماهير، ما تتبنى الجماهير تركب. طب ولما احنا جامدين قوي كده ما تفتحوا الاستادات كلها. طب لما احنا اقوياء قوي ومؤثرين قوي بتعملوا حاجات كتير، قضايا مهمه، عشان يبقى نادينا صالحهم ويقول لك نجحنا في القضيه، نادينا صالحهم يا وشوية شايلين الشنطة اللي بقول لحضراتكم عليهم اللي مسلوبين برضو الكرامة. الله ينور، الله أكبر، أنت ما فيش قبلك ولا بعدك، أنت رقم واحد، أنت رقم اتنين، أنت رقم تلاتة، ده راجل اللي أنت والباقي كله يستنى على جنب. كأن ما فيش جماهير، حتى لغيته فكرة اللي الجماهير تقول رأيها ده كويس ولا لأ. فهم النوعين دول اللي موجودين اللي مضطرين نتعايش معاهم، ومضطرين اللي احنا نتكلم، لكن مستحيل التحاور معاهم. الناس اللي بالنوعية دي التحاور معاها صعب جدا والبعد عنها غنيمة. انا بتكلم بمنتهى الصراحة.
ده كان مهم جدا نوضحه لكل جماهير النادي الاهلي مره تانية وثالثه ومليون وهفضل اقولها. عندك قناتين، قناه رسميه عليها اللوجو بتاعك وقناه تانيه في فرق ما بينهم كبير قوي موجوده في الحاره المزنوقه اللي جنبنا، بيدعمها صفحات مشبوهه وبيدعمها اشخاص تاني، اللي عاوز حته من المركز الاعلامي واللي عاوز حته من القناه واللي عاوز حته من رئاسه التحرير واللي عاوز حته من جوه النادي واللي عايز هنا مدير كوره واللي عاوز هنا مش عارف ايه واللي عايز يبقى مدير تنفيذي ولا انا مفيش صراحه اكتر من كده. ف خليهم استمروا ولا دي نظريه مؤامره ولا الكلام ده، انا بقول لحضراتكم احنا فعل. تقعدوا بقى تعرضوا الشيخ زايد قبل وبعد مدينة نصر بكرة، يعني هو في حد بيدفع 300 مليون جنيه تطوير في بويا؟ فرسولنا الكريم وقرآننا الكريم بيأكد على فكرة اللي أنا قلتها لكم من شوية، ما ينفعش مؤمن يبقى كذاب، ما ينفعش حد يعرف ربنا يبقى كذاب. وهنا هرجع تحت المربع اللي أنا قلت لحضراتكم عليه، مسلوب الإرادة، مسلوب الإرادة يبقى صعب اللي انت تصدقه، وهي دي الحقيقة. كمان عايز اتكلم على العمومية للنادي الأهلي. امبارح الكلام كان قدام حضراتكم، سيدات النادي الأهلي متجمعين، رشحوا ثلاثة يبقوا موجودين، الكلام ده كله ما نعرفش عنه حاجة. تواصلوا الأول مع فريق العمل، فريق العمل عرض الأمر، في ايه يا جماعه عايزين نعمل حلقه لسيدات النادي الاهلي. طب خلاص مفيش مشكله، بس في خطوط حمراء قلنا لهم الخطوط الحمراء اللي ممنوع حد يتكلم فيها، ويشهد الله على كلامي ومش هتكلم. هم بقى هم عارفين اتقال ايه، الخطوط الحمراء اللي تحمي نادينا وتحمي كل الناس، وتعالوا قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، مفيش تقسيم ولا تقول حصل ايه والتطوير بتاع مين لوحده، ولا يشهد الله على اللي احنا قلناه. احد الصحف كتب النهارده احد البرامج يحشد سيدات الاهلي للجمعيه العموميه. لو ما كنتش احشد سيدات الاهلي للجمعيه، امال اقول لمين؟ ما السيدات دولت اعضاء، ده قاموا بثوره، كانوا رجاله اكتر من رجاله في البلد دي. الرئيس السيسي اتذكر قبل الانتخابات كان بيوجه رساله سيدات مصر، سيدات مصر اللي بتحبوا مصر اقفوا جنب بلدكم، لان هي الام اللي بتربي وبتربي اجيال وبتربي العالم وبتربي الدكتور وبتربي المهندس. حتى دي كمان هتحجروا علينا، حتى لما يبقى في فكرة وإحنا مش أصحابها، هم اللي كانوا معانا هم اللي أصحابها والمجموعة اللي معاهم، ممنوع وحرام. لا إله إلا الله. طب أقول لكم على حاجة، طب ما تقولوا لنا حلول تانية، نقول للأهلي بدون جمعية عمومية أجي بلطج مثلا وأبقى أنا أقول أنا عايز أبقى مدير كورة بالعافية، أو أنا مدير كورة، يعني مش ده الاهلي اللي كتب كده من غير ذكر اسماء اهو، برضو بيدخل في مربع الشبهات. بتعمل كده ليه؟ دي قناه نادي بتدعو سيدات الاهلي وهم اصحاب الدعوه، تعالوا روحوا صوتوا احشدوا ارفع كيان الاهلي. فانا بقى مش هتكلم في الكلام ده، هنكمل في طريقنا. يا سيدات الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه، انزلوا بكل قوة، عايز مشهد نسائي أكثر من رائع، والموضوع بقى موضوع كرامة لسيدات الأهل. انزلوا بكل قوة، ارفعوا شأن ناديكوا، حجم التحدي كبير، ايدينا في ايدين بعض، مفيش جزيرة ولا مدينة نصر ولا شيخ زايد، كلنا الأهلي والأهلي فوق الجميع. يا سيدات الأهلي في كل مكان،
كل واحدة معاها كارنيه النادي الأهلي، الموضوع بقى تحدي، الموضوع بقى فيه مزايدات، الموضوع بقى كرامة ليكم مش لينا. احنا بنرد، احنا بنطلع على شاشة بنعرف نتكلم، لكن عبر في الصندوق، روحي في الصندوق بكل قوة. اللي تعرف واحدة تجيب 30 و40 و50، اللي معاها عربية بتشيل أربعة حطي فيها ثمانية. لو في باص مستني في الشيخ زايد وبيشيل 100 250 حط 500 فيه عشان خاطر النادي الأهلي. أنا أهو بدعو بقى موضوع كرامة، أنتوا اللي بتديروا النادي الأهلي صدقوني. وعمر الجمعية العمومية ما كانت زي قناته التانية دي، كانت مسلوبة الإرادة. أعضاء الجمعية العمومية أنتوا اللي بتديروا النادي، مش حد، مش شخص، وأنتوا اللي بتجيبوا وأنتوا اللي بتودوا صدقوني. ضغوط عليكم، مش هنعمل الجمعية مش عارف إيه عشان ما حدش يروح، ده الهدف. يبقى في قرار مكتوب خمس ست سطور، ناس بتكرر كلام تك 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 تك. اللي بيكتب واللي بيقول، اللي بيكتب واللي بيقول، ويعمل ضغوط عليكم. موضوع بقى موضوع كرامة لكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. حصل انتصار في اليوبلس، حصل انتصار في سموحة، والأهلي عمره ما يبقى أقل. الأهلي اللي بيقود الرياضة المصرية، الأهلي اللي بيخرج أبطال، الأهلي اللي بيخرج رموز، الأهلي نادي الوطنية اللي فاتح كل ملاعبه في الألعاب الجماعية وغير الجماعية لكل المنتخبات الوطنية بدون مقابل، بدون مقابل. فأنا هنا أيوة بحشد النهاردة، امبارح ما كانش رأيي لكن النهاردة رأيي، بحشد سيدات الأهلي الرجالة الجدعان الوحوش اللي امبارح قالوا كلام والله في ناس تتناقش معاها عمره ما يقول لك عاش الاهلي. السيدات قالوها امبارح، قال لك بنروح نعمل توعيه للناس وبنكلمها، كلنا هنروح وكلنا هنقول الاهلي وكلنا هنبقى عدم فرض الوصايه علينا. ايوه روح، ايوه روح. موضوع بقى موضوع كرامه بعد اللي احنا بنشوفه ده. وفي ناس صعب قوي عقابها شديد من الجمعيه العموميه، أتصور لو تواجدت قصادهم هيبقى موقفهم صعب جدا جدا جدا. ده وجهة نظري بعد الواحد بيشوف. طب هي الجمعية العمومية سيدات بس؟ لا، بس بنراهن عليهم، لأن أنا قلت لك الأم أو السيدة اللي بتربي وبتأسس وبتطلع لك المهندس والدكتور وبتطلع لك الاحترام والأخلاقيات العالية. آه بخاطبها، لكن ده ما يمنعش اللي خانج. كمان اتكلم على ابطال النادي الاهلي في كل الالعاب، روح. كل اللي عمل انجاز في السنه دي روح، ده دي مكافاه تكافئ بيها ناديك اللي انت لابس تيشيرته. دي الاهلي العظيم اللي انت بتنتمي له، دي اقل حاجه تعملها عشانه. ما تقولش عندي مشوار ولا درس ولا امتحان ولا، الاهلي في الوقت ده اهم. ورجال الاهلي في كل مكان، كل واحد برضه معاه كارنيه الاهلي، روح قول رايك. انا ما بقولكش قول نعم ولا، بس روح قول رايك. روح احنا نقول لهم ونقول للناس كلها ان النادي الاهلي اعضاء جمعيته العموميه انتفضت، مش مسلوبه الاراده، قرارها نابع منها، حست بالخوف على ناديها، حست لو اللائحة الاسترشادية دي اتطبقت على نادينا هيبقى في أمور كتير صعبة، ما بقاش قرارنا في إيدينا. روجوا أو بالونات الاختبار لحاجات كتير مش صح عشان يمنعك تروح، روجوا الأكاذيب كتير عشان يمنعك تروح، روجوا للإقصاء وفي الآخر اكتشفنا اللي ما فيش إقصاء. فأتمنى تنتفضوا. الجمعية العمومية لازم تفهموا لحجم التحديات اللي موجودة،
هتقولي بتتحايل، اه بتحايل، اتحايل عشان خاطر الاهلي واعمل اي حاجه عشان خاطر الاهلي، مش بالكلام. ما هو في ناس تيجي تقول لها ايه؟ بالمناسبه حصل، خليني اكلمكم بصراحه برضو، بقول لك احنا محتاجينك في المنصب ده. يبقى قبلها مثلا في التلفزيون انا اخدم الاهلي في اي مكان، لو حتى مكان عم حارس. هو مش فاهم بالجمله دي بيهين عم حارس، وقعنا في الخطا ده قبل كده انا على المستشفى. لا يا حبيبي، ده عم حارس ده اهم من نجم النجوم. ده عم حارس ده تاريخه وبطولاته اللي جابها مع الاهلي توازي نجوم كبيره جدا. فانا بشرح بس موقف عشان كده اقول لك ايه، انا بشتغل لو عايزيني مكان عم حارس. عم حارس ده شرف ما بعده شرف. واول طب روح قول له تعالى مكان عم حارس، مش هيروح، هيستخبى. انا عندي سفريه اخلص بس حاجات واجي لكم. ففي ناس كده تيجي تقول لك انا عاشق ومع وبتاع، تيجي تقول له طب تعالى اتفضل، يخلق الاعذار لان معدنه مش اصيل، بيعرف قيمه الاهلي في المنصب الملاكي. لكن تيجي، والله انا بتكلم بصراحه واقسم بالله كلامي ان جنرال يعني مش مستهدف في حد، لو عايز اقول قلت لكم بقول في الوش، لكن بتكلم في بيحصل كده من الناس. اه بيحصل، مش في مع ناس كتير تطلع تزايد انا عاشق وانا والنادي دوت، وفي الاخر تقول له تعالى مستخبى. طب تعالى، لا لا انا مش عندي، مش فاضي، مش بيحصل. اه بيحصل. فمن هنا بقول لحضراتكم مره ومليون، وبخاطب اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، قابلين التحدي ولا لا؟ الكوره بقت في ملعبكم دلوقتي، مش ملعب حد. من الاخر مجلس الاداره قاتل، قاتل مجلس الاداره، قاتل وبقاتل على لائحته. طب انا كمان بقى حجم المسؤوليه عندي فين؟ الكوره بقت في ملعب الجمعيه العموميه المحترمه، وواحده من ارقى الجامعات الجمعيات العموميه في مصر، وتعرف مسؤوليتها كويس قوي، ومحدش يقدر يملى عليها حاجه، ولا برنامجي ولا اي مخلوق ولا اي برنامج تاني ولا اي برنامج تالت، لان هم بيحبوا ناديهم اكتر مننا واكتر من اي حد. كان مهم جدا نقول لحضراتكم الكلام ده في البدايه عشان تبقوا معانا في الصوره، لكن عايز اوريكم اللقطه بتاعت عم حارس اللي والله صدقوني بيحبوه الراجل ده اكتر من اي حد. فيطلع ناس عليك تيجي تقول لك ايه؟ لو طلبوني مكان عم حارس ابقى موجود. يا عم انت اساسا لو اشتغلت 200 سنه مش هتجيب بطولات زي عم حارس. ده 77 بطوله. ده 77 بطوله. يعني نادينا تاريخ كبير جدا، عم حارس ده تاريخ جوه التاريخ. فمحدش اما بس وقعنا احنا كمان على المستوى الشخصي في الخطأ ده قبل كده، بس اتعلمنا الحمد لله. ما ينفعش اقول جمله زي دي اساسا. روح اشتغل اي حاجه مالكش دعوه بعم حارس وعم حنفي وعم سيد وسيد عواد وطارق وطه، لان دول شركاء في النجاح. ده اللي بيهيئ للعيب والمدير الفني الامور كلها، فدورهم اهم. بتمشي اجيال وتيجي اجيال، وبيمشي رموز وبيمشي رؤساء انديه، وهم مستمرين في عملهم واخلاصهم وحبهم للنادي الاهلي. هروح مع حضراتكم دلوقتي نشوف الاستعدادات في النادي الاهلي ايه للجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 25 و26، لكن مش هقول، انتوا شوفوا بقى وقولوا هو فين، لان احنا دلوقتي انا متفق مع حضراتكم اللي الكل في واحد. 25 يوم الانتصار، يوم الاراده، يوم سلب الاراده، يوم سلب الاراده من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح نشوف الاستعدادات في فرع احد فروع النادي الاهلي ونرجع لحضراتكم.
احنا الحمد لله اولا بنرحب بقناه النادي الاهلي في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. احنا انتهينا الحمد لله من تجهيز المكان اللي هو معد لتصويت الساده الاعضاء على اللائحه، الخيمه بالاجهزه التكييفات مراوح بالاماكن اللي اعضاء هتسجل فيها اسمائها في الحضور، وكذلك الاماكن اللي معده للتصويت. برضو جهزنا مكان داخل الفرع في البوابة على طريق النصر ان يسمح فيه بدخول بعض العربيات اساس تخفيف الضغط المتوقع ان شاء الله على بالنسبه للركنه الاعضاء سواء على الشارع حسن مامون او شارع الطاقه. وطبعا احنا النادي الاهلي فيه بوابتين رئيسيتين، في البوابه اللي على شارع حسن مامون وفي البوابه اللي على شارع الطاقه. الاعضاء اللي تحب تيجي من الناحيه دي هتيجي، الناحيه الثانيه ما فيش مشكله، هتخش على اللجنه في مكان معد للدخول وفي منفذين للخروج. اللجان محطوطه مرصوصه 70 لجنه بحيث ان كل لجنتين واحد واثنين هيكونوا على ترابيزه، العضو هيخش بكارنيه يوقع في الكشفات ويستلم بطاقه العضو التصويت ويخش على مكان الصناديق يصوت ويمشي على طول. بالتالي الموضوع مش هيستغرق اكثر من 10 دقائق لكل عضو من الاعضاء. ينقصنا بس حضور الساده الاعضاء، يشرفونا يوم الجمعة 25 في فرع النادي بمدينة نصر، ويبقى اللي ما يقدرش ظروفه تحل ان هو يجي يوم الجمعة ممكن يتفضل فيها، تبقى اتوبيسات معدة تنقل الاعضاء من النادي هنا من مدينة نصر للجزيرة يوم السبت 26 للي ما سمحتلوش ظروفه ان هو يوقع يوم 25. احنا طبعا بنحس كل السادة الاعضاء على حضور الاجتماع الخاص بالتصويت على اللائحة، لان دي الواجب ان احنا كلنا تبقى نقر اللائحة اللي احنا عاملينها نفسنا، غير ان كل لائحه معموله لنا استرشاديه بشايفين ان يعني الاعضاء كلهم عندهم الرغبه ان هم والاصرار ان هم يجي يحضروا في الجمعيه الاجتماع الخاص عشان يصوتوا على اللائحه، وان شاء الله يبقى في فرع مدينه نصر اعداد كبيره حاضره باذن الله تعالى. والله احنا جهزنا داخل الخيمه المكان المعد للتصويت، تكييفات تبقى موجوده جوه بالاضافه لعدد كبير من المراوح عشان خاطر يخفف من درجه حراره الجو داخل الخيمه. وطبعا يبقى في ميه مشروبات للي عايز يشرب، وفي المنافذ اللي موجوده في النادي كلها ككافتريات، اللي عايز عنده رغبه من اي حاجه هتبقى موجوده ان شاء الله متوفره. دي الاستعدادات كانت موجوده، لازم نقول في مدينه نصر موجوده، النظام موجود، المساحه موجوده، ناقص دور الجمعيه العموميه اللي انا كنت بناشدهم من شويه ومش بشرح او بقول لحد انزل غصب عنك او بروج لاكاذيب، لا انا بقول لك عشان الكوره في ملعبك. النادي ومسؤولينه عملوا اللي عليهم، قناته بمذيعينها المحترمين عملوا اللي عليهم. ده وقتك، ده دورك، ارفع من شأن ناديك، وده اللي احنا بنتكلم فيه. ما تخليش حد يسلب الحريه منك، ما تخليش حد يفرض عليك فرض الوصايه، ما تخليش حد يحط لك حاجات انت مش راضي عنها. فدي النصيحه لكل الناس. عشان كده سيدات النادي الاهلي، شباب الاهلي، رجال الاهلي، كل ما هو اهلاوي، 25 و26 من وجهه نظرنا هو يوم انتصار، واللي ربنا رايده هو اللي هيكون بدون خوف وبدون اي حاجه، لان انا الاهلي تحت اي ظروف بشتغل وتحت اي وضع بشتغل ومفيش خصومات مع حد. اصحاب الفتنه هم اللي بيدخلوا القصص، الحق الوزير بيقول والوزير قال والوزير ما عادش ومش عارف ايه، فتنه ثم فتنه ثم فتنه. الاهلي هيتعامل مع كل الناس باحترام، في بعض الاخطاء بتحصل بنعلق عليها بمنتهى الاحترام للناس كلها، لجنه اولمبيه، ما هو اسر الكوره كلها والمنوط بيهم الناس اللي بتدير بتقعد مع بعض وتتحاور، تختلف وتتفق وترجع تختلف وتتفق، لكن في اصحاب مصالح واصحاب فتنه بيظهروا علينا، عايل لي الاربعه دول، شغال لي الخمسه دول، انا في اللجنه دي، وربنا بيكرم في الاخر. لكن هرجع اقول مره واثنين وثلاثه ومليون، في اصحاب فتنه في الموضوع، الموضوع خلاص بان كله، وهي دي الحقيقه وهي دي الصراحه. كمان نروح نشوف في الجزيره بجهزوا الدنيا ازاي، وبعدها استقبل مجموعه كبيره جدا من ولاد النادي الاهلي، الكابتن ماهر همام نجم النجوم، واحد من افضل المدافعين في تاريخ النادي الاهلي، الكابتن هاني مصلحي نجم كره الطائره، والكابتن محمد السلعاوي نجم كره السله، والكابتن منى عدلي. حوار كره الطائره، حوار نتكلم فيه عن كل حاجه، وقولوا لنا رايهم
الامور الرياضيه فرقه كره القدم، ونتكلم كل حاجه هنتكلم معاهم فيها، كمان دعم الجمعيه العموميه وايه رايهم في الكلام اللي بيحصل دوت. نروح نشوف الكابتن هاني عبد المنعم جهز لنا ايه ونرجع لحضراتكم. خلاص تقريبا يعني اكتمل التحضير نسبيا، فاضل رتوش صغيره بس، كل الفرش موجود في مكانه، اماكن الترابيزات كلها موجوده اللي هي اللي هتبقى لجان، فاضل بس راس الصناديق اللي هتبقى موجوده هنا، مطرح ما الهيئه القضائيه هتبقى موجوده. كتحضيرات بشكل عام هي الصاله المغطاه بتاعت النادي الاهلي تقدر ان شاء الله تستوعب العدد. مش مطلوب ان الناس هتقعد كتير يعني، النهارده مطلوب اللي هيجي هيسجل اسمه في الدفتر بتاع الكشوف وبياخد الكارت بيعلم زي ما هو عايز على اختياره، بيحط الورقه في الصندوق وبيبتدي، عايز يخش النادي يتفضل، عايز يروح بسرعه يتفضل. عاملين اكسس احنا الناس تخش وتطلع منين، كل حاجه منظمه بشكل جيد. ان شاء الله يوميها برضو يعني بالنسبه للجزيره للاهلي في الجزيره، احنا واخدين الجراج بتاع الاوبرا حاجزينه كل اعضاء النادي تيسيرا عليهم، عشان اللي بقى بيدور على مكان باركينج ولا كده، كل الباركينج بتاع الاوبرا كله بتاع متاح بالنسبه لنا، فاللي عايز يركن عربيته يركن، مفيش اي مشكله خالص، هيعدي الشارع يخش ممكن دقيقتين ولا 5 دقائق يدلي بصوته ويتكل على الله يروح لو هو عايز يروح، او لو حابب يخش النادي يتفضل. فان شاء الله انا شايف الامور كلها ماشيه بشكل جيد جدا، وطبعا النهارده انت عارف نادي هليوبلس توفق يعني طبعا، وده شيء الحقيقه لازم اعضاء الجمعيه العموميه بتاعت نادي هليوبلس، ناس بتحب ناديها وناس جت قالت كلمتها، وبكده كل الناس لازم تحترم كلمه اعضاء النادي، هم اصحاب الحق الشرعي في تحديد مصيرهم وتحديد مصير ناديهم. النهارده ظهر جم 11,000 واحد في نادي هليوبلس، ما افتكرش النادي الاهلي وجمعيته العموميه ان شاء الله هيبقوا اقل من نادي هليوبلس، بالعكس هنبقى ضعف الرقم ده ان شاء الله. يعني نتمنى من محبي النادي الاهلي ان هم يجوا يقفوا مع النادي الاهلي. اللائحه ده موضوع مشروع، احنا النادي الاهلي ما بيخرجش عن القانون في اي شيء، بشهادات كل القانونيين اللي نعرفهم، ولان النادي الاهلي عمره ما هياخد خطوات تجاه تصعيد مع دوله، ليه؟ ما عندناش سبب يدعو لذلك. كل ما احنا بنقول عليه ان النادي الاهلي بيدور على حقه الطبيعي، ان النهارده اللي يحدد اتجاه النادي الاهلي هم اعضاء النادي الاهلي وجمعيته العموميه، مش حد تاني. صياغه وكلام وكتابه ده له ناس متخصصه، ناس قانونيين متخصصين هم اللي كتبوا الكلام ده، مش حد تاني يعني. فالنهارده المطلوب من الاعضاء تعالى طالب بحقك. حقك في ايه؟ في انك انت تحفظ لناديك مكانته وتحفظ لناديك لائحته. مش حد يملي علينا اللوائح ليه؟ يعني ما هماش احسن مننا في حاجه، واحنا عندنا عقول في النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه قامات قانونيه كبيره جدا شاركت في هذه اللائحه، مفيش فيها نص خارج عن اي حاجه قانونيه في اي حته، واللي عنده عكس ذلك يقوله، اللي متصدر في انها باطله والكلام ده كله، كلام ده كلام فاضي مش كلام مظبوط، والكلام مش فاهمينه ليه. يعني الناس مضروره من ايه ان اعضاء جمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي يجوا يقولوا صوتهم ويقولوا بحقهم، اللي قرا اللائحه يجي يقول فيها رايه، وده متاح بالنسبه لك، فتعالى طالب بحقك. الاستعدادات الحمد لله احنا جاهزين تماما لاستقبال كل اعضاء النادي الاهلي، اللي انا متاكد ان هم ان شاء الله جايين بكثافه عاليه جدا، لان النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي. اللي انا متاكد منه واللي بشوفه دايما في كل الاتجاهات اللي انا او الجولات بتاعتي في النادي، احنا كنا النهارده بنشوف الاول، بنشوف الاستعدادات بتاعت المكان في الصاله المغلقه، اتاكدنا ان اماكن الخروج والدخول ازاي، اتاكدنا من ان يكون في انسيابيه في التصويت، القصه كلها هتاخد 5 دقائق، عضو النادي ما بيتكلفش كتير، ومش اجتماع علشان خاطر الناس تقعد، هي القصه كلها ان احنا بنخش بنمضي في الكشوفات، ولما بنمضي في الكشوفات بتاعتنا بناخد ورقه بيبقى فيها فوتنج اللي هو في التصويت على اللائحه الداخليه بتاعت النادي، اللي هي طبعا عملها قامات في القانون.
بنصوت زي ما حضرتك شايف اللائحه الداخليه مناسبه، اهلا وسهلا. شايف حضرتك راي تاني، اهلا وسهلا. احنا بنقول احنا بنسهل بس لاعضاء النادي الاهلي المرور والانسيابيه والتصويت بسهوله، وتاكدنا من كده. وان شاء الله باذن الله انا متاكد ان في ان شاء الله حاجه جميله جدا في النادي الاهلي يوم الجمعه والسبت الجاي. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنستقبل ضيوفنا. معانا كوكتيل دايما ولاد النادي الاهلي في كل الالعاب على مدار التاريخ، حققوا لنا بطولات وانجازات كتير جدا. حبينا النهارده نعمل حوار مختلف، يبقى معانا كوره وسله وطايره، وكمان خلوني في البدايه ارحب بنجم كره القدم، واحد من اساطير، واحد من افضل المدافعين في تاريخ مصر سواء للنادي الاهلي او المنتخب الوطني، كابتن ماهر همام. برحب بحضرتك. اهلا كابتن شادي، اهلا. وحشني كتير. وانت كمان والله. كمان برحب بنجم كرة السلة وعلامة كبيرة جدا في عالم كرة السلة، واحد من اساطير كرة السلة بالنادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، كابتن سلعاوي. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن شادي، منور القناة. كمان نجمة كرة الطائرة بالنادي الاهلي، انجازات وبطولات حدث ولا حرج، كابتن منى عدلي. كابتن منى برحب بيك. اهلا بحضرتك كابتن شادي. انا مبسوط على تلبية الدعوة النهاردة. دايما بنتكلم تلاقي ضيوف سله بس، كوره بس، طايره بس، يد بس، ده كوكتيل النهارده. كمان كان المفروض يبقى معانا الكابتن هاني مسلحي، بس في الطريق فيه انتوا عارفين احيانا بيبقى المشوار طويل شويه ويبقى فيه زحمه في الطريق، فبعد شويه ممكن ينضم لنا الكابتن هاني مسلحي. عايزين ندخل في 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 ابتدي معاكم بالتفاؤل والروح اللي عندنا طول الوقت. كابتن ماهر، بالنادي الاهلي حققوا السنه دي كلاعب سابق او كعضو جماعيه عموميه في النادي الاهلي، نتكلم على مستوى الالعاب الجماعيه، كان حصل بعض الاخفاقات شويه، تدارك النادي الاهلي الموضوع، حقق انجازات حدث ولا حرج السنه دي. فريق كره القدم بعد غياب 10 سنين دوري وكاس مع بعض، حاجه محترمه، حاجه مشرفه. ايه رايك في النادي الاهلي عامله السنه؟ بص يا كابتن شادي، هو طول عمر النادي الاهلي بيتورث عليه مجالس اداره على اعلى مستوى، يعني احنا بنتكلم على زعمائنا وزعماء الحركة الشعبية والنضال وشعار النادي الأهلي وشياكته ولبسه كله متاخد من علب مصر وزعماء مصر، أحمد عرابي وسعد زغلول، ودي كلها قيادات زرعت في النادي الأهلي الوطنية والإخلاص والحب والتفاني وحب الشعار والانتصارات، وتولد بعد كده مجالس الإدارات كلهم، يعني في جزء منهم الله يرحمه طبعا الكابتن صالح سليم والفريق مرتجي وكابتن عبد الصالح الوحش، ودول طبعا كانوا من اللي احنا عاشرناهم او يمكن كانوا في عهد وجودي من خلال ابن من ابناء النادي الاهلي. كل واحد سلم الرايه للمجلس اللي بعده بمنتهى الامانه ومنتهى الشياكه دي حقيقه، والانتصارات اللي احنا اتعودنا عليها من خلال هذه المجالس الادارات، وبعدين بقى الكابتن حسن حمدي، وبعدين باشمهندس محمود طاهر. المجلس باشمهندس محمود طاهر يمكن كابتن شادي في الاول حصل اخفاقات او حصل بعض السلبيات، ويمكن كان سببها ان ما كانش في لجنه كوره بالنسبه لكره القدم، هتكلم على كره القدم بالنسبه لي، ما كانش في لجنه كره قدم، وبعدين المجلس قدر بسرعه يصلح الجزئيه دي، جاب يمكن نجمين كبار زي كابتن انور سلامه وكابتن طه اسماعيل، عمل ربط بين لجنه الكوره وبين مجلس الاداره، ويمكن الكابتن حسام طاهر كان موجود معاهم، وبعدين وقع الاختيار بقى طبعا على الكابتن حسام البدري في مرحله انتقاليه. بعض المدربين حصل اخفاق بشكل كبير جدا، يمكن اخرهم مارتن نيول.
فكر لجنه الكوره مع باشمهندس محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي ان يتولى المهمه دي مدرب مصري. هم اختاروا فعلا الاختيار الامثل لحسام بدري بخبراته مع مانويل جوزيه في خلال فتره توليته مع مانويل جوزيه 7 سنوات. حسام كان دارس بشكل كبير جدا شكل واداء لعيبه النادي الاهلي 29 لعيب. قدر حسام يحط استراتيجيه بشكل كبير جدا في خلال هذه الفتره. الاستراتيجيه نجحت بشكل كبير في تحقيق اعز بطولتين واهم بطولتين بالنسبه لنا، بطوله الدوري وبطوله الكاس. فاضل لنا بطولتين كمان مهمين جدا بالنسبه لنا ان شاء الله يتحققوا في خلال هذه الفتره اللي هي السوبر وكاس افريقيا. فعايز اقول لك كابتن شادي، من خلال الكوكبه دي، من خلال المشوار ده، النادي الاهلي طول عمره هو اللي بيحط اللوائح، النادي الاهلي طول عمره هو اللي بدأ موضوع اللائحه بالنسبه لجميع الانظمه الرياضيه اللي موجوده عليها. وطول عمرنا احنا بنعتمد على لائحه النادي يا كابتن شادي، هي دي اللائحه اللي احنا تعودنا عليها، هي دي اللائحه اللي احنا بنحب نمشي. هنتكلم في ده بعد شويه، اصل في بيبقى في حقائق على ارض الواقع، والبعض يعني مثلا فريق كره الطائره سيدات محقق انجازات كتير يقول لك الاهلي ما خدش حق، ده كذب. لما يجي كره السله كابتن، هو كنت بحضر مع حضرتك واتشرف، وكان حضرتك كنت بتابع مباراه، ومن هنا هروح لحضرتك كاسطوره من اساطير السله في النادي الاهلي، وهي دي الحقيقه للاجيال الشابه اللي ما تعرفش حضرتك دلوقتي بنقول لها، اللي قاعد معانا النهارده واحد من اساطير كره السله للنادي الاهلي. كابتن، النادي الاهلي اول مره في تاريخه بيدخل بطوله افريقيا، والفرجه كمان على مباراه السله دي صعبه جدا جدا بالثانيه وبالدقيقه، وقدرنا ناخد بطوله افريقيا لاول مره في التاريخ، وكمان الالعاب الجماعيه مسيطره محليا وافريقيا. كابتن شادي، هي العمليه مش بطوله افريقيا، هي العمليه ان سلسله انتصارات مر بيها. نجح المجلس الموجود بقياده الباشمهندس محمود طاهر في اختيار ولد من ابناء النادي صغير في السن، له تطلعات، اسمه طارق خيري، مدرب محترم فني رائع. وبرضه قبليه كان اشرف توفيق، يعني كان فيها برضه كوكبه من النجوم ماسكين الباسكت في النادي الاهلي، بس التوليفه اللي عملها طارق مع الكيمياء اللي زرعها بين اللعيبه قدرت تحصد بطوله افريقيا. بطوله افريقيا كانت غايبه عننا بقالنا فتره كبيره جدا جدا. في وقت جمعت الناس، جمعت الصاله، رجعت الجمهور تاني. اعتقد ان ماتشات الباسكت كان ما فيهاش جمهور، رجع الجمهور. والله كابتن كانوا بيروحوا الملاعب في اسماعيليه ويقفوا من بره يشجعوا بره السور، لكن مش جوه السور. المره دي انت شفت بره وجوه، صح؟ واحنا كنا قاعدين تقريبا مع بعض وكده، منظر اهو ما شاء الله. فكان منظر بديع. طارق خيري جاب معاه شريف علي وجاب اسلام وجاب مجموعه برضو من ولاد النادي، شباب مبشر. مجلس الاداره كان عنده توفيق جامد جدا في اختيار الجهاز ده، وقدر السنه اللي فاتت يكسب برضه دوري المرتبط، وعامل فرقه كويسه. كابتن، نفسي اسالك سؤال. بطوله افريقيا دي صعبه جدا، وقابلنا في النهائي فرقه قويه جدا. كلها ثلاثيات، يعني مش بيهرجوا. اكيد فنيا حضرتك هتعرف اكتر من، لكن كان عندك يقين ان احنا نحقق بطوله افريقيا؟ كان بيقين بالمجموعه اللي موجوده، بالقائد بتاعهم، بدعم مجلس اداره. انا حضرت من اول يوم معسكر، كنت موجود معاهم كدعم بما فيهم الباشمهندس محمود بمجلسه الموقر، كانوا موجودين على طول ودافعين للناس دي. اللي عايز اقوله ان دي بطوله رسمت ورجعت الفرحه للنادي الاهلي، ورجعت الفرحه للجمهور بتاع النادي الاهلي. وكان واخد لسه قبليها بطوله في الهاندبول وبطوله في الفولي، وكانت دي مسك الختام في 2000 في ديسمبر اخر. بتشوف ازاي كابتن الفوز في الالعاب الجماعيه مش محلي بس، افريقيا على المستوى الافريقي، اللي انت بتحقق كل بطولات افريقيا في الالعاب الجماعيه؟ والله دي برضو هي برضو دي منظومتين، منظومه عمل من خلال الجهاز الفني والاداري، ومنظومه دعم من النشاط الرياضي ومجلس الاداره. التدعيمات هي السبب اللي حصلت من وجهه نظرك؟ طبعا طبعا، لان هو المدرب ما يعني كل طلباته جابت بشكل كبير جدا، وان هو الجو العام ساعده. ما فيش المجلس داعم بصفه مستمره للعبه الباسكت بالذات، ودي ما يخصني يعني، انا بتكلم لان انا كنت قريب من الناس دي. قدر يحقق فوز ويحقق فرحه للناس. الناس دلوقتي عندها ثقه، رجعت الثقة تاني للجمهور وعلى الداء ان النادي الاهلي، لا النادي الاهلي بطل افريقيا. وان الناس بقى اللي بدات تشكك وتقول اصل الاجانب ومش الاجانب، لا مش الاجانب،
مش الاجانب بيلعبوا لوحدهم، مش اجانب، لا ده في شغل وفي تخطيط وفي مدرب وفي اداره وفي كل حاجه، لكن مش الاجانب. الاجانب كان قدامها اجانب وبرغم ذلك الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا مباراه رائعه بحضور جمهوري رائع بحفل ختام. انا عايز اروح للكابتن منى اسالها، بس انت قلت لي حاجه مرتبطه بقى بالكوره ومرتبطه بالمواقف ومرتبطه باللي بيحصل على مدار خصوصا كمان مش هقول لك الثلاث اربع سنين، انت وانت المفروض بتكلمني عن فرحه وانتصار وبطوله افريقيا قلت لي اتقال اجانب، هو احنا ليه دايما نبوظ الحاجه الحلوه؟ نبوظ الحاجه الحلوه هي كده، هي العاده كده. بس بقى خلي بالك ده بيطلع من المتشائمين وبيطلع من اعداء النجاح، هم الاثنين دول لاغي دول موجودين معانا اليوم الدين لا بكثره واخد بال حضرتك، لكن الوضع الطبيعي لا احنا عملنا انجاز وانجاز يحسب لمجلس الاداره ويحسب للجهاز الفني ويحسب للاولاد اللي موجودين، عملوا انجاز تاريخي صح يحسب لهم بغض النظر عن اجانب مش اجانب، ما الفرقه التانيه كان فيها اجانب صح. طيب الكابتن منى، كره الطائره بطولات حدث ولا حرج، كابتن حمدي الصافي عامل شغل اكثر من رائع كتاريخ كبير حضرتك كمان جوه النادي، بتشوفي ازاي كره الطائره والانجازات اللي بتحققها خصوصا على مستوى السيدات؟ كابتن عامل شغل جامد جدا الكابتن حمدي الصافي. دي حقيقه فعلا كابتن حمدي، طبعا تاريخ كبير، يمكن زي ما الكابتن قال ان السن متقارب بين اللعيبه وبين المدرب، مدرب لسه مبطل بقاله فتره فاهم نفسيه اللعيبه، كان يعني ما بعتش مش بقاله كتير مدرب تمام. بتفرق دي؟ طبعا بتفرق، فكان لعيب يعني قريب كان فاهم هو في الملعب بيبقى امتى متضايق امتى مبسوط امتى هيلعب حلو امتى محتاج الحافز، التعامل النفسي بيفرق حضرتك بالظبط كده. نيجي بقى عند الانجاز، احنا طول عمرنا ما عندناش كلمه يأس، يعني مهما خسرنا عارفين ان احنا هنكسب بعد كده، يعني في فرق كتير بتخسر وتيجي بعديها البطوله اللي بعديها بتخسر البطوله اللي بعديها بتخسر فبتقع، لا احنا ما عندناش كده. احنا عجبني كلمتك ما عندناش يأس جوه النادي. لا ما عندناش يأس في كذا حاجه، اول حاجه طبعا دعم مجلس الاداره ده بيدينا حافز، يعني ان انا ابقى في تمرين واحس ان حد من مجلس الاداره كده قبل بطوله جاي بيشجعني محتاجين حاجه اهتمام. بالظبط كده. تاني حاجه عمرنا النادي الاهلي ما واقف على لعيب، احنا انا عاشرت جيل كابتن هناء حمزه، كابتن منى عبد الكريم، كابتن تهاني توسن، كابتن هناء بطلت. اتكلمي على جيل جامد جدا. دي حقيقه فعلا، يعني الحمد لله، يعني انا محظوظين ان انا لعبت مع الناس دي. كابتن هناء بطلت، كسبنا افريقيا، كابتن منى عبد الكريم كسبنا افريقيا، توتو اسطوره كسبنا افريقيا. فاحنا ما عندناش، كسبنا افريقيا كتير من غير اجانب. ساعات بيبقى فيه مثلا المركز دوت لعيب مهم، مثلا اللعيبه اتجوزت، ظروف ان هي مثلا خلاص حامل فمش هتكمل، لا ما بنقفش، ممكن ساعتها في الحاله دي بنجيب لعيب اجنبي، بس مش هو الاساس. الاساس المجلس الاداره، المدرب، ان احنا ما بنيأس، ان احنا عارفين قيمه النادي اللي احنا بنلعب ليه، ان احنا بنتعب عشان نوصل، احنا بنبقى عاملين زي الجندي اللي بيدافع عن وطنه. ايه الفرق بين جيلك اللي كان موجود والجيل الحالي؟ هو ما فيش فرق كتير. هقول لحضرتك، هو ممكن يكون الفرق ان السوشيال ميديا دلوقتي لكن احنا كمبادئ النادي الاهلي طول عمرنا ماشيين عليها، مجلس اداره بيتغير ماشيين على مبادئ النادي الاهلي. عارفين وده الاهم طبعا. النادي الاهلي هو اللي بنى شخصيتنا، هو اللي ربانا، هو اللي خلانا ازاي يبقى نعتمد على نفسنا، ازاي نقدر نواجه، ازاي نقدر نتكلم، ازاي نقدر، يعني هو اللي ثبتنا. انت بتتكلمي بصراحه كلام جميل جدا، لان على مستوى كمان كره القدم كنا بنقول الكلام ده، بتمشي بتدخل القطر ماشي بشخصيتك، هتخرج عن النص تلاقي نفسك مش موجود، لكن تتحمل الضغوط، تتحمل المسؤوليات، تتحمل فانيله النادي الاهلي، بتلاقي نفسك بتعمل، بتصنع تاريخ، بتصنع امجاد، بتخرج عن النص، بتبقى مش شخصيه الاهلي، بتلاقي نفسك مش موجود. عشان كده الكلمه دي برده حلوه عجبتني كابتن ماهر. كره القدم منتظرين، كل الاهلاويه بيتكلموا على بطوله افريقيا،
ماتش الترجي بالذات. ماتش الترجي بالذات يعني هو الاختبار. ماتش الترجي ماتش مهم جدا، والنهارده الفريق ابتدى اول تدريبه ليه بعد الاجازه، قلنا مش هنتكلم خلاص عشان ياخدوا اجازتهم ما نتكلمش كوره، عملنا زيهم اخذنا استشفاء من الكوره الكلام في الكوره. النهارده رجعوا التدريبات، بطوله افريقيا مهمه جدا للنادي الاهلي، والاهلي مشي بخطوات ثابته السنه دي، بنتكلم على المستوى المحلي. بطوله افريقيا توقعات حضرتك لينا للنادي الاهلي ان شاء الله؟ بص شادي، زي ما قال محمد ومنى، شخصيه البطل او شخصيه نادي القرن او المؤسسه الكبيره دي يعني شخصيه فعلا عايزه تدرس من اقوى الانديه اللي موجوده في العالم العربي والشرق الاوسط هو النادي الاهلي. يمكن كان في مقارنه بيننا وبين ريال مدريد حتى كمان، اللي هو النادي الاوروبي رقم واحد على الالقاب او على البطولات. احنا يمكن داخلين منافسه قويه جدا معاه، فرق يمكن بطوله. يعني هو يمكن مكسبه لبرشلونه ريال مدريد المباراه اللي فاتت هي يمكن زودته في الالقاب عن النادي الاهلي. فالنادي الاهلي قيمه كبيره جدا. فعايز اقول لك ان شخصيه النادي الاهلي في جميع الالعاب اللي موجوده شخصيه مبنيه، احنا اتكلمنا على المبادئ، على اولاد النادي، على المجالس، على الجمهور، على الصراع في حته حصولك على البطوله رقم واحد، رقم اثنين احنا ما بنعرفوش. فبالنسبه للمجموعه اللي موجوده 29 لعيب اللي موجوده في كره القدم في خلال هذه المرحله، بيعتبر شادي من احسن اللعيبه اللي موجودين في الشرق الاوسط والعالم العربي. كلهم لعيبه موهوبه، كلهم لعيبه على اعلى مستوى. انا بقول يا بخت حسام البدري بلعبته، اخلاقياتهم عمرنا ما سمعنا مشكله بالنسبه لاي لاعب، حبهم وولائهم للفانيله الحمراء والاحترافيه اللي هم موجودين عليها. انا شايف ان الملف الثالث اللي هو ملف افريقيا هيبقى اختبار قوي جدا لاولادنا، هم بيحبوا الحاجات دي. صح. يعني هم بيحبوا، وانت يمكن يا شادي كنت واحد من ضمن الجيل اللي قبل المجموعه دي، انتوا كنتوا بتحبوا المباراه اللي بالشكل ده، المباراه محمد القويه اللي اللاعب الكبير طبعا. في كل الالعاب اللاعب الكبير بالزبط. يظهر في المباراه الكبيره، انت طبيعي الاهلي تكسب المباراه السهله بالظبط، لكن اللاعب الكبير بيظهر في المباراه الكبيره. وده الملف الثالث بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه لكره القدم. فانا شايف ان التركيز بدا من البدايه، كل اللعيبه عارفه قيمه المباراتين مع الترجي، مباراتين في منتهى الصعوبه. لكن بقول لك الاستنفار بقى والدوافع اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قادره ان هي إن شاء الله. يعني إن شاء الله. نبدا نفتح بالمباراه الاولى اللي موجوده في مصر ان شاء الله. وده مش يعني احنا شايفين اهو على الشاشه شادي بدات من عندك انت مباراه الصفاقس دي، واحده من اهم المباريات في التاريخ في اخر دقيقه كوره طويله. المباراه دي ليها كواليس الواحد نفسه يقعد في مره ضيف بقى مش مذيع ويقعد يحكي لنا حصل فيها حاجات كتير جدا. بس استاذنكم معانا تليفون مهم جدا من لواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. برحب بيك يا فندم. اهلا بيك كابتن شادي، وسلام على ضيوفك الكرام وصديقي الكابتن مار همام. سياده اللواء ازي صحتك حبيبي؟ ربنا يخليك يا رب. سياده اللواء، عايزين نعرف من حضرتك اخر الاستعدادات للجمعيه العموميه ان شاء الله يوم الجمعه والسبت القادم، قول لنا وطمنا سياده اللواء. لا بص حضرتك، هو بالنسبه للاستعدادات بالنسبه لمدينه نصر اول يوم الجمعه ان شاء الله كل حاجه بالنسبه للتجهيزات كلها كامله ومتكامله وكل حاجه انتهت تماما. احنا حضرتك عاملين يوم الجمعه ان شاء الله من الشيخ زايد 9 صباحا كل نص ساعه اتوبيس او اقل من نص ساعه، في 20 اتوبيس مخصصين في هذا الشان و20 اتوبيس ثانيين برضه مخصصين من النادي الاهلي بالجزيره. وانا يعني بالمناسبه يا ريت اعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر يبقوا متواجدين، اهل الجزيره يروحوا مدينه نصر اول يوم، واهل مدينه الشيخ زايد يروحوا اول يوم برضه مدينه نصر. ليه؟ عايزين الناس كلها تعرف يعني ايه النادي الاهلي. يعني ال 12,000 ونص اللي مطلوبين انا براهن حضرتك ان هم هيكملوا يوم الجمعه اذا كانش اكتر، ومش يعني انا عايز ال 12,000 ونص دولت اول يوم، وهيجوا اول يوم ان شاء الله. اعضائنا على قدر عالي جدا من الوعي، وهم انت حضرتك زي ما كنت بتتكلموا على فرقه الكوره ان هم بتوع التحديات، لو في تحدي هتلاقي كل النادي الاهلي موجود. طبعا سياده اللواء، عايز اقول لحضرتك حاجه بس عشان نفوت الفرصه اللي بيتصيدوا الاخطاء.
بيتقال مش عارف ايه عضو مدينه نصر هيتقال قد ايه، وكلنا واحد دلوقتي كلنا الاهلي ولا كبيره ولا الشيخ زايد، ساعدوا النادي الاهلي. تمام، ساعدوا النادي الاهلي، كله عضو النادي الاهلي. تمام، كلنا ده نادينا وكلنا لازم ندافع. اكمل لحضرتك كده. اتفضل يا فندم، اتفضل. ترتيبات، ففي اتوبيس من اتوبيسات من الشيخ زايد ومن الجزيره الى مدينه نصر، 20 اتوبيس هنا و20 اتوبيس هنا، ومرافقين معاهم مندوبين من النادي، هيوصلوا مدينه نصر ان شاء الله، سواء من احد البوابتين لو في ناس بتستنياهم، هياخدوا كل الاعضاء اللي واصله، ناس كل المجموعه اللي هتشتغل في خدمه النادي الاهلي من موظفين ومتطوعين اعضاء، مش عايز اقول لك عددهم قد ايه، لوحدهم جايين، احنا عايزين نشتغل معاكم، عايزين نساعد. النهارده كان يعني مظاهره حب زي ما بيقولوا. هيبقى كله لابس الحرمله الحمراء، يعني كل اللي لابس احمر ده الراجل اللي هيساعد حضرتك جوه النادي الاهلي. الدخول والخروج يا فندم مهم جدا، عشان من اول ما ينزل من الاتوبيس لغايه ما يرجع يركبه تاني هيبقى معاه حد بيقول له الطريق، انت عارف، عشان العدد ان شاء الله يبقى كبير جدا. وفي ناس ممكن، خلي بالك، وده اللي بيتكلموا فيه دايما، ان انت تلاقي الكلام على السلبيات اكتر من الايجابيات، يجي يقول لك هلاقي زحمه همشي والكلام ده، تقول ايه في المنطقه دي؟ لا حضرتك، ما انا بقول لحضرتك، هيدخل العضو للجنه، الاعضاء هيعملوا حاجه واحده بس، هيخش حضرتك هيلاقي الـ على باب الصاله، على باب الصاله من بره محطوط صوره كارنيه ومتعلم على رقم اللجنه بتاعت حضرتك. تمام، يعني هتبقى عارف وانت بتبص في الكارنيه بتاعك في رقم اللجنه. في كمان بره اثنين قاعدين باجهزه كمبيوتر، عشان اي استفسار او حد مش عارف او يقول لك اسمي مش موجود او اي حاجه، هيلاقي في واحد قاعد، اثنين موظفين من عندنا هيرشدوه للي هو عايزه، غير المرافقين. هتخش حضرتك على اللجنه، هتمضي في الخانه بتاعتك قدام اسمك، وهتاخد بطاقه ابداء الراي، يتعلم عليها، تحطها في الصندوق، وحضرتك تطلع تركب بعربيتك او اتوبيسك. اعتقد ان ده مش هياخد اكتر جوه اللجنه من دقيقتين او ثلاثه. حضرتك في البدايه قلت لي جمله من قبل ما اسالك اي حاجه، قلت لي هنجيب الرقم وزياده، وده تحدي كبير لاعضاء الجمعيه العموميه، ايه اللي خلاك قلت كده؟ ثقتي في اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي. تواجدي في النادي الاهلي طول عمري، عارف يعني ايه عضو النادي الاهلي. عارف يعني ايه ان هو بيخطط لنفسه، محدش يخطط له، محدش يفرض عليا حاجه، محدش يحط لي لائحه، انا عارف ايه جوه النادي. اللائحه الاسترشاديه باشمهندس محمود قال فيها حاجات، لكن في الاخر انا اللي عارف جوه النادي بتاعي ايه. واعتقد برضه تاني، معلش يعني، اتفضل، هذه اللائحه حضرتك المفروض ان كل نادي له طبيعه، الاهلي غير الزمالك غير اليوبلس غير الجزيره، كل نادي له طبيعه. كل نادي يعني، في نادي لازم يديله 12، في نادي يديله 9، في نادي يديله 5. صح، يعني الموضوع ما ينطبقش، هي الموضوع مش كله زي بعضه. وبالتالي اعضاء النادي الاهلي هم عارفين هم عايزين ايه، عارفين ايه في اللائحه بتاعتهم. غير ان اللائحه اللي حاططها النادي الاهلي، حضرتك تقدر في اول جمعيه عموميه ثانيه مش ب 12000 ونص، ب 4000 تغير كل اللائحه اللي انت عايزها. زي ما حضرتك عارف ان في الجمعيه العموميه اللي بتتعمل كل سنه، ان من حق الاعضاء قبليها بيكتبوا حضرتك لاداره النادي مقترحاتهم او اللي هم عايزينه، وبتتعرض على الجمعيه وبتتناقش. اذا حضرتك بمنتهى السهوله هتقدر تخش وتقول انا البند الفلاني ده انا متضرر منه وعايز اغيره، اذا اعضاء الجمعيه العموميه وافقوا هنغيره. تمام، الموضوع هيبقى سهل، ان انت تغير اللي انت عايزه في لائحتك، وبالتالي ما حدش يحط لك لائحه مش هتعرف تلعب فيها ولا تغير فيها. تمام، يبقى حضرتك مره ثانيه نكرر عشان الناس تبقى عارفه، ان بالنسبه اللي هيتحرك من الشيخ زايد في باص هيتحرك كل نص ساعه. تمام، هيوديك لغايه المكان وهيرجعك، والامور متيسره جدا جدا جوه النادي للدخول والخروج، حتى على مستوى التصويت بكارنيهك هتعرف انت مكانك فين، هتروح على طول وترجع على الباص بتاعك وترجع مكانك. ده كلام زي الفل، وانا بحييك عليه وعلى المجهود ده، لان اي حاجه بتنجح بالنظام يا سياده اللواء. تمام حضرتك، وبعدين الاتوبيسات فيها كل وسائل الراحه. الناس هتلاقي المايه الساعه، كل حاجه هم عايزينها موجوده في يعني اعتبر ان احنا طالعين رحله ان شاء الله. طيب، الحاجه اللي انا كمان عايز اعرفها من حضرتك، في البعض بيجي بيقول لك الناس بتصوت مرتين وثلاث مرات والكلام ده كله، والنادي الاهلي طبعا احنا عارفين الجمعيه العموميه واحده من ارقى الجمعيات العموميه في مصر،
هتعمل ايه عشان تفسد الكلام ده وتفوت الفرصه على الناس؟ طب حضرتك يعني حضرتك بقالك كتير في النادي الاهلي وكلنا وكابتن ماهر وكل الكباتن اللي موجودين عند حضرتك بقالهم كتير في النادي الاهلي. سمعنا قبل كده عن تزويد في النادي الاهلي، اشمعنى دلوقتي بنتكلم على حاجه مش موجوده عندنا اصلا؟ هي مش موجوده. هي حاجه احنا زي ما بنتوارث الصفات الكويسه وبنتوارث المبادئ جوه النادي الاهلي وبنتوارث القيم اللي احنا ماشيين عليها، واللي بيجي من بره اللعيب او 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 ما بيخش بيخش في زي ما بيقولوا في الصف على طول. اشمعنى دلوقتي بيقولوا ان احنا هيبقى فيه مرتين وهنمضي مره وهنمضي ثلاثه؟ هو ايه في ايه؟ هو في ايه؟ انا هذا الكلام لا اقبله على عضو النادي الاهلي ولا اقبله على ادارتي التنفيذيه ولا اقبله على مجلس ادارتي. مش صفات النادي الاهلي بيقول كده، ده راجل ما يعرفش النادي الاهلي حتى لو كان جوه النادي الاهلي بقاله 50 سنه. تمام. سيادة اللواء، في أي إضافة تانية حابب توجهها لعضو الجمعية العمومية؟ أي نصيحة؟ أي جملة؟ اتفضل حضرتك. روحوا قرروا لنفسكم اللي أنتوا عايزينه. حتى اللي هو شايف إن اللائحة الاسترشادية دي هو موافق عليها وشايف إنها مناسبة ليه يروح يقول إن هو موافق عليها. يروح يقول موافق عليها، بس ما ينفعش إن أنا عندي 150 ألف ألاقي إن اللي موجود 2000. ده حتى يعني النادي الأهلي روحوا قولوا أو لا زي ما أنتوا عايزين. لكن لازم نتواجد، لازم نبين للناس يعني إيه النادي الأهلي. إحنا مش أقل من أي نادي يكمل وحط رايحته ومشي عليها. صح. الناس اللي في أي أنا ما بسميش أندية، وكل أعضاء نادي هم حرين في اللي هم بيعملوه. لكن الناس اللي ما راحتش وما كملتش هم شايفين ان اللائحه الاسترشاديه بالنسبه لهم كويسه. لا احنا حتى لو شايفين ان اللائحه الاسترشاديه كويسه، لا روح وقول انك انت عايز ده. تمام. روح اثبت الناس اللي تحدث ان احنا مش هنجيب هذا الرقم، لا احنا هنجيبه. طيب هنجيبه اول يوم ان شاء الله. العضو اللي معاه كارنيه 2016 هيصوت عادي برضه؟ له حق التصويت. اللي جدد 2016 له حق التصويت، اما ما قبل ذلك فليس له حق التصويت. سيادة اللواء حابب تضيف أي حاجة تانية؟ أشكرك يا فندم، وتاني لو سمحتوا أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي روحوا وروا الناس أنتوا مين. أنا بشكرك سيادة اللواء على المجهود المبذول من الإدارة التنفيذية، حاجة محترمة حاجة مشرفة. دايما النظام بينجح، ودايما لما يبقى في نظام وتوعي جمعيتك العمومية ده مهم جدا جدا. بشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول ان نشكر سياده اللواء والاداره على ده، يعني بصراحه احنا شايفين فرح قدامنا، مش جمعيه عموميه، يعني شايفين منظر مبهج، منظر يشجع الناس ان شاء الله هتيجي، واحنا متاكدين ان هيجوا اكتر من 30 كمان. كنت عايز اقول بس في حته البطولات افريقيا دي بالذات، انتوا كنتوا عاملين لنا شويه قلق. يعني كوره افريقيا كوره، كان بقيه الالعاب سواء باسكت او هاندبول او فولي كان الموضوع ده يعني تعبها نفسيا بصراحه. فهم اقول لحضرتك الحاجه، لا هقول لك الحاجه بصراحه يعني. والله ده اللي كنت هسالك فيه. على فكره حبوا يقلدوك دلوقتي حوية. في 2017 و2016 في اهتمام بالالعاب الجماعيه اعلاميا، كان الاول ما فيش، يعني بشوف نجوم كره الطائره ظهروا معانا، لقيتهم مع الكابتن مدحت شلبي، ولقيتهم في برامج ثانيه، لقيتهم في قناه النيل، لقيت نجوم اليد في برامج ثانيه. كان الاول الناس كلها بتتكلم كوره بس، لكن بطولاتك ونجاحاتك فرضت نفسها على الجميع، فمن هنا ابتدوا نجوم الاهلي. بس برضه نجوم الاهلي حكايه بتاع الاهلي والكوره وافريقيا وكده، معظم نجوم الاهلي كانت عندهم الحته دي، عايزين يطلعوا يعني الكوره كانت قشة كلها. كابتن انا اقول لحضرتك بصراحه عشان نتكلم، وانا امبارح سيدات الاهلي كانوا موجودين معانا اعضاء من الجمعيه العموميه، اتكلموا كلام محترم جدا. خلينا متفقين ان كره القدم الاهلي كره قدم، والاهلي وبيعمل كره القدم بتعمل استقرار جماهيري لما بتحقق بطولات وانجازات، وبتعمل استقرار وبتبعد الضغوط شويه والدنيا كلها. لكن في نفس الوقت الالعاب الجماعيه عندك هي لها جمهور. طبعا. وفي وحوش عندنا وفي اجيال. الواحد كنت بروح استمتع في اليد زمان، مش عايز بقى اقول اسماء بس احسن حد يزعل مني، اشرف عوض وسامح عبد الوارث اللعيب الوحيد اللي تروح اللعيب الوحيد كنت بتخلص تمرين وتجري على انا على طول. ايوه انا بص، طايره سيدات يد سيدات، كبار كرة القدم، كبار السلة، اليد، كانوا ساعات بنعمل تقسيمات خماسي واروح على طول متابع.
ابن حضرتك مشاكس شويتين معايا بس انا عارف ان بص عليك والله. طيب عايز اكلمك في منطقه بس انا مش عايز اخرج عشان بعض يقول لك شيء ده احنا انت عارف النوايا الخبيثه هي اللي شغاله وفي اهل الشر بتوع زمان دول فكلهم كان بيتكلم عنهم شخص ما طلع عواجيز الفرح. فاحنا كل لما نقول حاجه يقول لك ايه الحق موجهين وهم ما يعرفوش ان الدنيا فيها شرفاء ومحترمين. كابتن بخبره كبيره جوه النادي الاهلي وواضح اللي اتكلم على انتخابات دلوقتي ومفيش انتخابات اساسا ولا حد قال لنا مين اللي هيترشح طبعا يبقى ايه يا كابتن؟ لا دي حاجه خارجه عن دلوقتي. بالنسبه دلوقتي هو تركيز الناس كلها او احنا كاعضاء في النادي اهم حاجه عندنا دلوقتي هي الجمعيه العموميه، الفرح الكبير اللي الناس مستنياه صح يوم الجمعه والسبت، واعتقد ان زي ما السبت اللي هو بالمجهود الرائع اللي هو عمله ده واللي احنا شفناه، اعتقد ان شاء الله يوم الجمعه هيجي رقم مبهر ان شاء الله بالنسبه للنادي للنادي الاهلي. وده حاجه طبيعيه، انا شايف ان هي العمليه مش صعبه والعمليه مش حاجه معجزه، لا ده الامور الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها. لكن الحديث عن الانتخابات ده فين احنا في الانتخابات؟ اهم حاجه اللائحه والموافقه. احنا بنقول للناس انت انزل روح النادي الاهلي واخد بالك، والسيدات بالذات لان السيدات دلوقتي هم طبعا مراكز القوه في مصر واللي متوصى عليهم احنا بقينا ضعاف قوي للدرجه دي خلاص هنعمل ايه؟ فلازم انت انزل، احنا ما بنقولش لحد قول اه ولا، احنا بنقول للناس انزل روح ناديك اتمتع باليوم الجميل، شوف انت عايز تقول لا عايز تقول اه، لكن ده حقك الطبيعي صح. ولازم تمارس حقك صح. احنا ما بنوجهش حد ولا بنقول لحد حقول نعم روح. ولا لا روح انزل انت كده كده بتروح انزل روح النادي وقول واثبت للناس ان النادي الاهلي مختلف عن ان الانديه الثانيه وانه كيان عباره عن عصور بتسلم بعض ومجالس بتسلم بعض صح. لكن هي المبادئ ثابته، الاوضاع كلها ان شاء الله هتبقى كويسه، وانا في اعتقادي الشخصي ان هيعدي الرقم اللي السبت اللي هو 20 بيتكلم عليه هيفوقه بمراحل ان شاء الله. كابتن منى ما ينفعش تبقي معايا العنصر النسائي والحمد لله هي الكلام جاب بعض. الكابتن قال لك ايه السيدات حتى على المستوى سياده رئيس الجمهوريه لما جاي يتكلم كده في الانتخابات كان دايما في البدايه يوجه رسالته لسيدات مصر وانتوا بتقودوا ولازم تبقوا في موقع القياده وعلى مستوى النادي الاهلي امبارح حلقه متجهزه كلها من اعضاء النادي الاهلي وجم فتحونا فيها موجودين بيتكلموا كلام جامد جدا وكبير جدا بصراحه وفي تحمل مسؤوليه صح. هي اهم حاجه تحت تحمل المسؤوليه هو السيدات في ايه؟ اخذت المشهد مننا ولا ايه؟ بص حضرتك هو هل احنا لو هنبص للنادي ايه اكتر حد بيروح النادي؟ السيدات السيدات اه تمام. فانا دلوقتي هروح اشوف اللايحه بتاعتي دي هتخدمني انا تمام؟ هوافق عليها وتأثري على جوزك لا بس هو موافق على اللايحه لان فعلا اللايحه لا احنا مش هنقول موافق او مش موافق عشان ما نقولش طيب تمام انت روحي خدي جوزك جوزك مين؟ كابتن احمد عمرو كان مدرب منتخب بيتش فولي ولاعيب فولي اندور وبيتش فولي برضه كان لاعيب في منتخب مصر وحاليا مدرب في نادي الزمالك خلاص بتاخدوه مش لا بس هو اهلاوي يعني ابا عن جدا عن اخا عن اختا يعني كله يعني ما انت عملتي فيه حاجه دلوقتي اما هتمشيه من نادي الزمالك واحنا عمالين بقى نقول الزملكاويه اللي جوه الاهلي يا اما تمام بس فاحنا فعلا هو لسه مكلم معايا في الموضوع ده من يومين ان احنا هنروح ولازم نبقى لينا بصمه في حاجه زي كده ان هي تخدم النادي وان احنا نشوف اللائحه ونشوف ايه وندي راينا ايه اللي هيخدمنا كاعضاء ايه اللي احنا حابينه ايه اللي احنا عايزينه للنادي الاهلي. طب هكلمك في حاجه اكيد انتوا ما دام قلت كده وجبناها وقريناها فاكيد متابعه. طب هسالك وجهه نظر، كان دايما الاعلام بيصدر لنا على مدار الاسبوعين اللي فاتوا ان الاهلي في اقصاء وهتشوفوا الكلام دوت ومش لما قريتيها لقيتي الكلام دوت اللي فيه اقصاء لاحد؟ اعتقد ان اللائحه دي هي عباره عن هي تقريبا زي وضعها
عظماء المستشارين طبعا واللائحه عشان نقول للكابتن حسن وامتداد للائحه لكن فيها تطوير بس للوضع امتداد لائحه الكابتن حسن حمدي تقريبا كده. لكن انا عجبني جدا حاجه في اللائحه او في مجلس الاداره الموجود الديمقراطيه اللي موجوده ان النادي الاهلي اولاده موجودين يعني تولى من اصلح شيل البند 8 سنين عجبك انت؟ طبعا انا بالنسبه لي عجبني لان دي لا تقصي احد ولا 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 احد له سيطره على النادي. اعضائه جمعيته المحترمين هم اللي هيختاروا من يمثلهم في وقت الاختيار. احنا دلوقتي دي حاجه سابقه الجمعيه العموميه ان شاء الله. عشان كده بقى سالت حضرتك من شويه ايه الكلام على انتخابات دلوقتي؟ لسه ليه الفتن ليه ما بين الناس وما بين بعضها؟ اعتقد صعب جدا يكون فتن لان النادي الاهلي ما فيش فتن فيه يعني هي العمليه ان الاعضاء على وعي جامد جدا بينزلوا يختاروا من هو اصلح لتمثيله والاختيار بيصيب في المجالس كلها بما تجربه من ايام زي ما الكابتن ماهر قال من ايام كابتن فريق مرتبي كابتن عبد الصلاح الوحش كابتن كابتن صالح سليم كله بيسلم كلها بيسلم بعض. يعني منى انت كنت عايز تقولي حاجه؟ يعني هم يعني احنا كلنا هم ما بنفكرش في الانتخابات. احنا عندنا اهم حاجه دلوقتي الجمعيه العموميه تمام. في كمان بند كان يعني في نقطه كانت عاجباني اللي هي بتاعه المؤهل العالي ان لما حد يترشح لازم يبقى مؤهله عالي صح. فدي برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا. طيب كابتن ماهر هاخد من كلام كابتن محمد نقطة مهمة جدا قال لك احنا الاهلي وسيدات امبارح قال لك عاش الاهلي قالوا كلام طلع من القلب من خوفهم على النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل حاجة عجبتني انا رحت ندوة فيهم او شاركت فيهم وعشان اشوف ردود فعل الناس ونشوف النادي الاهلي عنده اعضاء الجمعيه العموميه داعم ليك ولا مش داعم ليك. انا برضه لازم تقيم الامور. فقلت جمله هنا من اخر حلقه ليا الاهلي بيت الديمقراطيه والاهلي انحاز لجمعيته العموميه. انحاز ليه؟ عشان لما اعمل ندوات في كل الانماط شيل البند ده اكبر دليل على وجود ان في ديمقراطيه طبعا مفيش احتكار وان المساحه للجميع صح. كابتن ماهر النادي الاهلي عمل ندوات في كل النادي الاهلي والكل اتكلم والكل شارك والكل قال رايه والكل. فانا من هنا قلت الاهلي هو بيت الديمقراطيه الحقيقيه. هي دي المشاركه الحقيقيه اللي احنا بندور عليها وبننادي بيها. ودي حقيقه يا شادي. انا عايز اقول لك حاجه. هنرجع للزمن ورا شويه يا محمد. اتفضل. الكابتن صالح سليم لما كان بيتولى رئاسه النادي الاهلي واخد بالك دخلوا الاعضاء عايزين يعملوا نشاط كاراتيه. وحضرت الكلام ده؟ ايه اللي حصل؟ وعايزين هم قال لك ان احنا محتاجين نسقف يعني نعمل سقف نعمل سقف عشان الشمس والولاد. فقال لهم ده ناديكم انتوا اعضاء النادي وده ناديكم وانتوا ليكم الحريه في الـ في الـ في الـ اللي هي دلوقتي موجوده الصاله الثانيه. قالوا كمان لعيبه الكوره برضك بعض الاعضاء دخلوا قالوا عايزين نعمل عايزين نزود حديقه الالعاب بالنسبه للاولاد. فقال لهم من حقكم انتوا اصحاب النادي. كان الصوره دايما في البعض لما كان يجي يحكي قبل كده توصل لك صوره الكابتن صالح ديكتاتور وشخصيته كله يخاف يقابله اكبر ديمقراطي ممكن تشوفه ممكن تشوف حياتك كنت تقابله في واكبر مبادئ ممكن تشوفها يعني فعلا يعني في حياتك. يعني احنا حصل معاك موقف معين وانتوا بتلعبوا كوره تعامل معاك وقال لكم حاجه معينه مميزه ما ننساهاش كلنا؟ يعني مثلا شادي اقول لك حاجه. احنا كنا عندنا مباراه مع كروم وكان في تصليح في استاد اسكندريه الرئيسي واخد بالك والكروم عايز يلعب في الاتحاد في ملعب الشاطبي ما ينفعش. فاحنا وافقنا واخد بالك والاسبوع اللي بعده هنلعب الاتحاد فالاتحاد عايز يستغل الفرصه انه يلعب على ملعبه فاحنا قلنا لا الاسبوع اللي جاي هنلعب على ملعب الاستاد. وسط العمليه وصلت لرئاسه الوزراء ان احنا الكابتن صالح قال يا جماعه خدوا بالكم المشكله دلوقتي ان احنا عايزين نلعب في اتحاد اسكندريه عايزين نلعب في الاستاد والاتحاد عايز يلعب في ملعبه لان الكروم لعب في ملعب الشاطبي فمن حق الاتحاد يقول لك انا مروح بدل ما اروح الملعب ما ينفعش بحجم الجمهورين صعب جدا وما فيش وصلت المشكله صعدت يمكن لمجلس الوزراء الكابتن صالح جه وقال ده قراركم انتوا اللي انتوا هتقولوه انا هنفذه عايزين تلعبوا في الاستاد في الاستاد انا هوافق معاكم مش عايزين تلعبوا خلاص هنصعد العمليه بالظبط
قلت احنا طبعا قلنا عشان المشاكل ومش عايزين بقى وصلت لرئاسه الوزراء والدنيا حت ممكن النادي يجي عليه غرامه كابتن صالح ممكن يستقيل فقلنا له كابتن صالح لا احنا لعبنا في الشاطبي نلعب كمان مباراه الاتحاد في الشاطبي قال خلاص وانا معاكم في قراركم فدي منطقه ممكن ما يشاركش حد بالظبط هو كرئيس نادي وبالقوه دي وبالثقه ديت وبالشخصيه دي فانا عايز اقول لك ان دلوقتي بعد ثوره 30 يونيو واضح قوي ان بقى في ديمقراطيه بشكل كبير جدا في الشعب المصري بقى في قوه بالنسبه بنتكلم عن المراه بقى المراه بقت هي كل حاجه موجوده في مصر هي اللي بتعلم شك فيك كده هي اللي بتعلم وهي اللي بتكبر فاكر اخر مره كنت معانا ضيف من وقت انا فاكر كلام المدام كويس درجة جدا درجه الاختبارات يا شادي انت شايف مين اللي بيودي الولد الاختبار جميع الالعاب صح هي الام متحمله مسؤوليه كبيره جدا فانت النهارده في مساحه كبيره جدا للامه المصريه والديمقراطيه اللي احنا موجود عليها النادي الاهلي واحنا طول عمرنا زي ما قلت لك تورثنا الكلام ده من زمن كل مجالس الاداره اللي جت عندها النهج ده وعندها الديمقراطيه ديت وعندها الثقه ديت والنهارده الحمد لله ان الاهلي يمكن اول مرحله بتمر عندنا شادي بالنسبه للالعاب الجماعيه ما كان في اخفاق بالنسبه للالعاب الجماعيه كده بشكل كبير لكن الدعم اللي حصل من مجلس اداره النادي الاهلي تدعم على مستوى اللعيبه مش المادي مستوى اللعيبه الاثنين حضرتك بصراحه مادي دعم مادي في بجد اخلاقكم ما تكلمونيش في دي خالص لما اللعيبه كانوا معايا ولا جزاء مكافات مجزيه تليق بالانجاز بصراحه مفيش طلبات معسكرات مفيش طلبات متاخر عليها الاداره النادي الاهلي كمان بصرف النظر عن الموضوع ده في تطور غير طبيعي في الشكل وال يعني انت حضرتك حاجة تشارك. كل اسبوع 10 ايام وهو داخل كل اسبوع 10 ايام حاجه جديده يعني انا ممكن انا والكابتن ماهر كل الالعاب كل الالعاب دي بقت قريبه من بعض انا بمرن في الكوره كانت عامله كده الكابتن ماهر عامله كده بيمرن في نادي الصيد كل فتره بنروح انا بروح اتابع تمرينات الاهلي الباسكت بالذات وكده كل ما بتروح بتشوف حاجه جديده يعني 10 ايام 15 يوم تشوف حاجه جديده تشوف حاجه النادي فيه تطور وفي نهضه بصراحه تليق باسم النادي ودي طبيعه المجالس اللي كله بيجي يخدم وكله بيجي يطور وكله بيجي يبقى عايز يقول انا احسن فدي بترجع على الاعضاء احسن كابتن هرجع لك بس خلينا نسمع كابتن مولا اتفضل يعني كل اللي بيحصل ده بيدي دافع اكتر للعيب ان انا دلوقتي بلعب دوري وكاس بكسب لا انا عايز اكسب افريقيا انا عايزه اجيب لقب ليا وللنادي ان مثلا النادي ده فيه احسن لعيبه في افريقيا فيه احسن بلوك في افريقيا فيه احسن استقبال احسن ليبرو فده كله بيدينا دافع ان احنا يعني نتمسك ببطوله افريقيا ببطوله عربيه فدي حاجه جميله بصراحه. طب عايز اسمع منك جمله دايما في فقرتنا لما كنا بنعرضها 100 سنه اهلي كنت دايما بسالها لكل النجوم اللي بنكرمهم على بطولاتهم كنت بسالهم سؤال فهساله لك النهارده اتعلمتي ايه جوه النادي الاهلي؟ لان انا شايف فيكي قصه حب وعشق في النادي الاهلي انا لو هتكلم على اللي اتعلمته فانا هنقعد لحد بكره. لا نقعد اتفضلي. يعني طبعا احنا اتكلمنا عن مبادئ احترام الخصم مهما كان ضعيف لازم نحترمه ان احنا نتعامل في روح رياضيه بيننا وبين الفرق عمري مثلا ما تطول على لعيب مثلا في نادي منافس ليا ان انا ازاي اقدر اتحط في اي موقف واتصرف صح اعتمد على نفسي بنسافر معسكرات كتير بنبقى بعيدة عن أهالينا بنتحط في مواقف عرفنا ازاي نتصرف فيها وعرفنا نتصرف فيها صح على اساس ممكن اتصرف غلط بالظبط لا ما احنا خلاص ماشيين على مبادئ فخلاص بقيت اعرف انا هتصرف ازاي في الموقف دوت هعتمد على نفسي مواقف كتير يعني من ضمنها مثلا لما لعيب بيتصاب بحس ان النادي في ظهري عمره ما سابني في اصابه عمره مثلا ما تخلى عني يعني انا فاكره مثلا لما كابتن بيتكلم عن الديمقراطيه ساعه الثوره وكده كان عندنا بطوله افريقيا وطبعا ما كناش بنتمرن ما كناش بننزل كتير التمرين وكده لقيت مجلس الاداره جاي طب انتوا هتقدروا تلعبوا افريقيا في الظروف اللي يعني ما خدوش القرار لا احنا مش هنسافر لا هم سالونا انتوا عايزين تعملوا ايه هتقدروا تعملوا ايه لو عايزين تسافروا وانتوا مش هتقدروا تنافسوا سافروا برضو ما تضيعوش عشان احنا لما بنقعد سنه ما نسافرش افريقيا بنبعد شويه عن المستوى صح. لا لازم يبقى في ابديت مع الفرق نشوف الفرق دي وصلت لايه مين عندها احترف مين عندها مثلا بقى كويس الحاجات دي كلها طبعا بتفرق معانا كتير
اكيد كلام محترم جدا. كمان دلوقتي نروح نشوف تقرير للاستاذ كامر زاهر امير صندوق النادي الاهلي قال ايه، ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفي المحترمين كابتن ماهر همام، كابتن السلعاوه، وكمان كابتن منى عدلي. طبعا زور الزياره زياره انتخابيه من ضمن زيارات الوفد عملها لكذا حته وكذا دوره محافظه وكده، وطبعا احنا بنستمع وبنشوف بعد كده مصلحه الاتحاد كره السله نفسه فين، وبنقرر بس على تقييمنا. هي القائمه نفسها بتلف على الانديه كلها والانديه في المحافظات وكده عشان تعرف الناس بيهم، وطبعا بيدور على الاصوات يعني عشان ربنا يسهل ونشوف. المهم اثنين من ابناء الاهلي واثنين من ناس كويسه قوي في النادي، فما نشوف ربنا يعمل فيه الخير. دي قرارات بقى مجلس الاداره بنشوف هنعمل ايه. طبعا هي لحظه فارقه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي، لان انا اعضاء جمعيه عموميه طبعا لازم يبقوا حاسين بالكلام ده، لازم يهبوا لمصلحه ناديهم، لان في الاخر انت بتتكلم على ان انت عاوز تدير النادي بتاعك جمعيه عموميه، عاوز تدير النادي بتاعها ولا عاوز حد يديره لها، لان هي بالظبط كده اللائحه الاسترشاديه دي ناس سواء لجنه اولمبيه سواء وزاره او ايه هي اللي هتدير النادي. فيا اما الجمعيه العموميه زي ما شفنا مثلا نادي هليوبوليس كانوا على قد المسؤوليه، فلازم طبعا انا عارف كويس قوي ان اعضاء النادي الاهلي عندهم من النضوج والمسؤوليه انهم مقدرين المواقف حق التقدير، وعارفين كويس قوي اهميه انهم يجوا من اول يوم حتى يوم الجمعه لازم كل الناس تبقى متواجده في مدينه نصر علشان يصوتوا على اللائحه، لان اللائحه دي بعد كده هي اللي هتبقى القانون بتاع النادي، وهي دي اللي هتمشي النادي لاجيال بعد كده. فيا اما احنا نقدر ان احنا ننجح لائحتنا، يا اما هيحصل للنادي يعني انا مش عايز حتى افكر هيحصل ايه للنادي، يعني طبعا هتبقى ماساه لو النادي ما كانش عنده لائحته الخاصه، يعني خاصه النادي الاهلي، لان له طبعا كل النادي له ظروفه مع احترامي لكل الانديه، لكن النادي الاهلي بالذات له ظروف وتقاليد ونظم خاصه جدا من قديم الازل يعني، وهي دي اللي موقفاها على رجليه، وهي اللي دي مخليه النادي الاهلي هو زي ما انت شايفه النهارده. فطبعا اللحظات دي مهمه جدا للجمعيه العموميه، لازم ننجح اللائحه بتاعتنا، وان شاء الله انا واثق ان الجمعيه العموميه في اول يوم هتضرب ارقام قياسيه يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله احنا طبعا ميسرين كل الامور، لواء شين شمس طبعا بنفسه بيتابع الكلام ده، يعني احنا خدنا حتى قرار ان احنا ندخل العربيات جوه النادي، بنحاول نحط لها اماكن عشان الحضور يبقى سهل. المفروض ان انت ما تاخدش ربع ساعه تلت ساعه ماكسيمم ما بين ان انت تدخل وتطلع من النادي علشان الناس ما تتعبش. حاطين امن بره النادي عشان يدل الناس على الاماكن، هيبقى في ناس جوه النادي كمان بتدل الناس ايه الخطوات اللي لازم تتعمل بحيث انها تسهل عليهم ان كل حاجه تمشي على طول بسرعه عشان الناس ما تحسش باي ضغط او باي لود، وتبقى العمليه سهله عشان يقدروا يتوافدوا كتير. فكل اللي احنا بنبغيه ان الناس تبقى شايفه اهميه الموقف اللي احنا فيه النهارده، وانهم يجوا عشان يصوتوا على اللائحه. النادي الاهلي عمره ما بيمشي عكس القانون. لو القانون بيقول ابيض يبقى ابيض، اسود يبقى اسود. واي قرار احنا واخدينه او بناخده بناء على القانون. فاحنا قبل ما ناخد اي قرار بالذات في موضوع اللائحه جبنا الناس القانونيين، جبنا اكتر من واحد ناس فطاحل في القانون وشغلهم من بعض منهم شغلهم اللوائح والقوانين الرياضه والحاجات دي،
وسألناهم هل احنا ممكن، هل في اي حاجة بتمنع، بلاش نقول ممكن، هل في اي حاجة بتمنع ان احنا نعمل الجمعية على يومين في مقر الاهلي هنا او في الجزيرة او في مدينة نصر؟ وكان الرد بالاجماعهم كلهم، محدش قال ان ممكن ان لا في حاجة تمنع، ولا واحد منهم قال. فاحنا في الاخر احنا ماشيين على حسب القانون. الاخبار طبعا المغلوطة ده دلوقتي بقى ده الاتجاه، اتجاه دلوقتي ان حاجات كتير جدا في الاعلام بتطلع غلط، محدش بيحاسب حد، كل واحد عاوز يقول حاجه بيقولها، وانت شايف المواقع واحد يكتب ابيض وسلاقي كل الناس راح تمشي وراه من غير ما يساله، وبعد كده يجي يسالك. فطبعا الاخبار طبعا بتطلع كتير جدا غلط، احنا في الاخر ما بقيناش نلتفت للكلام ده، احنا ماشيين في سكتنا، ماشيين بالطريقه الصح، وعارفين ان احنا على حق، فخلاص اخترنا وجالنا الردود بالجوابات وكله. يعني مش هدخل قوي في الحته دي انها حته تنفيذيه ممكن اللي هو شيرين شمسي يرد عليها، ولكن خطوط العريضه طبعا احنا اخترنا وجالنا الردود والناس موافقه، والمفروض كان في اجتماع النهارده ما اعرفش بس حصل فيه ايه، وعندنا اسماء الناس اللي جايه، ويعني يعني كله ماشي طبقا للتنظيم اللي احنا عاملينه. يعني ارجو ان انتوا تيجوا، ومن اول يوم لازم النادي كله يتكالب عشان اللائحه بتاعته. احنا مش اقل من ناس تانية اجتمعت، بالعكس احنا النادي الاهلي اللي بيقود عادة ودايما الريادة من عنده. فلازم ان شاء الله نبقى متواجدين كلنا يوم الجمعة، حتى مش يوم السبت، لازم كل الناس تيجي حتى يوم الجمعة في مدينة نصر عشان تثبت ان النادي الاهلي عنده وعي ونضوج انتخابي ومصالح النادي عارفينها كويس قوي وبيحافظوا عليها. حضراتكم من جديد، ونواصل حوارنا مع نجومنا النهارده في الاستوديو اللي مشرفني، كابتن ماهر همام، كابتن محمد سلعوة، وكمان كابتن منى عدلي. كواليس اقول اللي حصل في النص ولا الدنيا هتبوظ ولا لا مش هتبوظ. طيب بس عايزين، في واحد عايزين نديله حقه. كابتن سلعوة، واحنا في الكواليس قال لي في ناس تعبت عشان الالعاب الجماعيه دي، زي ما اتكلمنا على اللاعبين، زي ما اتكلمنا على اجهزه فنيه، وزي ما ادينا الناس كلها حقها. قلت لي في حد انا نسيت اللي انا كابتن عاصم السعداني بصراحه مدير نشاط رياضي. المنظومه دي طلع من عنده، بطولات الجمعيه دي بالذات، لان احنا عارفين كره القدم دي منظومه لوحديها، ولكن الالعاب اللي زي الباسكت والهاندبول والفولي بول، الثلاثه دولت ده تخطيط نشاط رياضي، دعم نشاط رياضي. الراجل ده راجل كابتن النادي الاهلي، وكان مدرب منتخب ومدرب النادي وصاحب بطولات وانجازات، وراجل محترم جدا جدا، وشاب يعني قيادي بالنسبه للموقع. انا بحييك دايما الاشخاص المحترمه اللي ما تنساش حد وتدي الناس لا حقها. في طبعا حاجه ثانيه، في هاني عبد المنعم حبيبي الكابتن هاني من الشخصيات الحلوه الجميله المحترمه اللي كان معانا في جنة. يعني انا شخصيا شايف ان خطوه جريئه جدا من المجلس الاداره ان تعينه كابن من ابناء النادي، يعني بصراحه حقه، نصيبه حقه، الراجل يستاهل. طب اقول لكم على حاجه، انا عمري ما فتحتها هنا في البرنامج، بس ما دام انت قلت انا شايف ان انت في البرنامج مش عارف متحفظ شويه ليه؟ او مش عارف ليه قول. يعني انا احساسي ان انت شويه متحفظ، او يعني الكلام بحساب شويه. لا انا اعتقد ان انت حقك انت، يعني انت اكتر واحد شلت بطولات في تاريخ النادي الاهلي، مش حقك انك انت تتكلم. طب هقول لكم، ما دام قلت حقك، كابتن ماهر، كابتن منى، كابتن محمد، معلش مع احترامي، كابتن هاني، يعني كابتن راجل هاني، راجل اعلامي لامع وكل حاجه، بس انا مع احترامي انا شايف ان انت شويه لا مش متحفظ، او عشان ده يقول ده ما يقولش. لا انا شايف ان انت بتأدي بحياديه تامه، انت بتتكلم، جايبنا ورقه ابيض احنا، ولا لا يعني احنا جايين كلنا بنتكلم تمام بدون ورقه وقلم. حضرتك كلمت على الكابتن هاني عبد المنعم، الكابتن هاني واحد من الشخصيات لما تعامله طيبه وجدعانه
ورجوله بلغه رجل الشارع كده، شخصيه جميله جدا ومؤدي محترم. النهارده الكابتن قال لي جمله دلوقتي، قال لك هو في مكان وده اخذ حقه. ده معناها يا كابتن منى اللي حضرتك لما قريتي اللائحه وقلتي لا اقصاء لاحد، هو الكابتن هاني كان ضد المهندس محمود طاهر في الانتخابات اللي فاتت، والنهارده هو موجود، فدي من الاول تطبيق المبدا لا اقصاء لاحد، فهو موجود. لا انا اعتقد ان هي شادي اقول لك حاجه، هي عمليه محمد هقول لك حاجه، انا كنت من ضمن المسندين بقوه، ويمكن شادي عارف باشمهندس محمود طاهر انت كنت بتقاتل يعني مفيش بقول لك يعني ندوه او ومع هذا انا خارج النادي الاهلي وما استناش اي حاجه وعمره ما قال يعني. انا عايز اقول لك ايه، وطلعت واشدت بالمجلس وموقفه، مش لازم اكون انا بساند محمود طاهر ان انا ابقى موجود في من ضمن الاجهزه الفنيه او 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 وجودي حاليا في ضمن الاجهزه الفنيه. ممكن يبقى لي دور في ادوات وفي كل حاجه، ممكن يبقى لي دور بعد كده لما يحتاجك النادي الاهلي، هو ده مبادئ النادي الاهلي، هو دول ولاد النادي الاهلي. انا اخدم بره النادي الاهلي يا شادي، يعني كابتن صالح الله يرحمه كان يقول لك اخدم بره النادي الاهلي باخلاص عشان لما يجي لك دور في النادي الاهلي يبقى يحق لك انك انت تبقى موجود في النادي الاهلي. فالنهارده انا بخدم النادي الاهلي من خارج النادي الاهلي، وماليش اي دور في النادي الاهلي في خلال فتره محمود طاهر، لكن ده بيديني نوع من الصبر والمثابره، بيديني نوع من الثقه، لان انت عارف قيمه نفسك، انت بتشتغل. وبعدين كمان بره بتستقبل استقبال الابطال لما تكون جاي من النادي الاهلي بالظبط، يمكن يعني برضه فضل النادي الاهلي عليا كمدير فني محمد ان انا شغال في نادي الصين مؤسسه كبيره جدا، وده نتيجه فضل النادي الاهلي عليا، النادي الاهلي رباني وعمل لي اسم، وانا برضه نفس الكلام، انا في نادي القاهره ناديه وكده، وبس برضه انت جاي من النادي الاهلي، يعني انت برضه فلان اللي جاي من نادي الاهلي. كابتن انا بس عايز تقول لي حاجه على كابتن مبدا الاقصاء، انت كنت عايز تقول في حاجه اللي هو كان ضد المهندس عنتر وبعد كده بقى موجود في النادي وفي مكان. انا عايز اقول حاجه يعني، احنا حضرنا مجالس كتير وكنا قريبين جدا من الكابتن صالح والكابتن حسن والمجالس كلها، بس انا اللي عاجبني في المجلس ده وانا مش شغال في النادي الاهلي عشان انا ما بجاملش ولا حد يقول ان انا شغال في النادي الاهلي، لا انا بقول لحضرتك انا قاعده في النادي الاهلي كعضو جمعيه عموميه او كعضو فعال شويه في النادي، بقول ان ما يميز هذا المجلس، ما يميز هذا المجلس بقدرة الباشمهندس محمود ان حسن الاختيار او العين الكويسه، زي ما عندك في الكوره بتقول الراجل ده خبير بيعرف يجيب جاب اللعيب الفلاني الولد قد كده اختاره، لا اختيار هنا عبد المنعم ده دليل، اختيار المدربين صغار السن هذا الموسم اللي فات سواء طارق خيري الالفي حمدي الصافي هاني مصلحي الهندبول نفس كابتن عاصم، الناس دي كلها حسن الاختيار هو اللي ادى لك الهدف. ولما بتدي فرصه حسن تقدر تقيم الكادر، وفي نفس الوقت لو نجح بيبقى عندك كادر جديد. لا المجلس فعلا حسن الاختيار، المجلس ده ما يميزه، انا ماليش دعوه، انا مبسوط في كرسي كويس وفي اوضه تغيير محترمه وفي كل حاجه، بس ما يميز هذا المجلس بصراحه حسن الاختيار، يعني اختيار الاولاد دي كانت خطوه عباره عن مؤامره، يعني انت بتامر ان يعني اختار يعني قامر على الاولاد دولت المدربين دي، ربنا وفق في وخطوه. وهرجع اقول مع تكمله كلام حضرتك، ما هي يا جماعه بنقول ندي الشباب الفرصه، أيوة. كنا ماشيين بمفهوم كابتن منى كان يبقى عندك 60 و70 سنه بس نجحت، ونجحت بتفوق. ما انا هقول ليه، ما هو الاهلي ليه الرياده دايما يا جماعه، الاهلي بياخد الخطوه والكل بيمشي وراه، بمعنى كنا بنسمع قبل كده في بلدنا يجي يقول لك اديت الشباب الفرصه، انا بحترم الكبار وبنكتسب منهم خبرات ده اكيد، لكن لما انت بتفضل موجود طول الوقت فين خلق الكوادر؟ فمن هنا الكابتن بيقول هو حصل دفع بالكوادر في مغامره صعبه جدا، ممكن البطولات تروح وفي وقت صعب اللي انا بقى عايز اقوله لحضرتك، كنا دايما بنقول الجراءه في اتخاذ القرار، بيبقى عندك 60 و70 سنه يجي يقول لك اديت الشباب الفرصه، ده كان قبل كده. صح ولا مش صح؟ صح دي حقيقه. الشباب الكبير خليه سبورت ليك وخليه كل حاجه وياخد منه خبرات، يحوز خبرات اي تكوين مؤسسه او فريق بتعتمد على الثلاث عناصر دول يا شادي، اللي هم الخبره والوسط والدم الجديد، ما يقدرش الخبره لوحده بدون دول ينجح
صح. وما يقدرش ده الوسط بدون دول ينجح او الشباب لوحدهم بدون خبره وسط. احنا ما كناش شغالين بالثلاثه, احنا كنا شغالين بالاولاني بس يعني بالظبط. صح, في مجالات كتير جدا. كنت هتقولي ايه في النقطه دي يا كابتن؟ انت مبسوطه وبتاكدي, انا شايفك والكابتن بيتكلم بتهز دماغك موافقه على الكلام. اول حاجه انا عايزه اقول للكباتن العظماء اللي قاعدين معانا ان هم لما من ولاد النادي ولما راحوا كل واحد مكان تاني غير النادي الاهلي نجحوا فيه وعلوا المكان. فدي اي حد بيمشي من النادي الاهلي بيضيف واسمه بالظبط كده, بغض النظر ان هو راجع من النادي الاهلي. انا بتكلم على خبره النادي الاهلي في ازاي ان هو بيقوم اللعبه, بيعرف ازاي يختار اللعيبه, بيمشي بالمبادئ اللي احنا اتعلمناها. فدي بجد يعني مثلا كابتن نور طبعا من ولاد النادي الاهلي. خلينا كابتن نور دلوقتي مش في النادي الاهلي بس هو دلوقتي في نادي الشمس. خد بيه تاني افريقيا لاول مره في تاريخه. فدي حاجه وابني من ابناء النادي الاهلي بس مش في النادي الاهلي عشان راح نقل اللي شافه كله بالظبط كده من النادي الاهلي. لما هي لو النادي الاهلي احتاجه مش هيتاخر عليه برضه. مش معنى ان هو مش في النادي الاهلي, لا, ازاي انا مش في النادي الاهلي وازاي مدربين صغيرين هم اللي ماسكين. في ناس بتعمل كده, في ناس ما تبقاش موجوده تقعد لك على الفيسبوك يهروك اراء وبتتيجي تقول له اتفضل يروح الفشل ماشي جنبه. طب انا عايز احكي لكم حاجه على كلامكم ده. احنا قاعدين في بيتنا وحدردش معاكم, عارفين انتوا بتقولوه كله. انا كمان مريت بتجربه شخصيه وكانت صعبه وقليمه عليا جدا, بس مش هقول النادي ولا الماتش ولا مين. مشيت من نادي الاهلي, رحت لعبت, متعود بخرج من اتوبيس 12 سنه على انتصار فقط واروح. لما بتعادل استخبى عشان الجماهير لو قابلتك. كان اياميها بقى ايه الجماهير بتحضر عشان كنت الكابتن تاخد الوش. رحت لعبت. اول ما رحت نادي تاني غير الاهلي, اول مباراه كانت في الدوري مع النادي ده, بسم الله الرحمن الرحيم, 3-0. فايه انا طالع بمشاعر عمرك كلها مشاعر الانتصار اللي انت بتروح بتنقلها للاعيبه اللي موجوده, ان انت اعمل اللي عليك, قاتل جوه الملعب, لو تعبان دوس عشان تفوق, وبص لزميلك اللي بيجري. حاجات قيم اتعلمناها. 3-0, طلع الباص لقيت اللعيبه بتضحك عادي, بتتكلم عادي, وبيطلبوا الاكل في الاتوبيس عادي. فقمت اتضايقت, فقمت اتكلمت, كله زعل مني. فقلت انا عرفت ساعتها دي حياة فعلا, انا فين 12 سنه وبقيت فين. فعليك ان انت تتاقلم على الوضع ده عشان تكمل سنتين ثلاثه اللي هتلعبهم دولت, لكن ما تشيلش من دماغك المربع اللي كان كله انتصارات والحافز. وهو ده عشان كده كلامكم 100% صح. النادي الاهلي يخلق كادر, يخلق شخصيه, تروح اي حته بتروح. لا, انا عجبني جدا حسن الاختيار كابتن شادي السنه, يعني حسن اختيار المدربين الصغيرين كانت خطوة جريئة ومجازفة غير متوقعة. مش هقول لك غير متوقعة لأي حد. اللي عمله هو ده. أصحاب الفشل اللي بيحاولوا يصدروا لنا مشهد غير طبيعي مش موجود. السنة دي نجحنا بشكل كبير والله يا كابتن. اشتغلت في قناة النادي الأهلي بشكلها القديم. السنة دي كاسات كل شويه, بسم الله ما شاء الله يا رب يزيد ويبارك. كاسات الطايره, كاسات السله, كاسات اللي عاملين نعمل حلقات بالكاسات كلها, دوري وكاس مع النادي الاهلي, كاسات ويجي يقول لك في الاخر مش عارف جابت تنقذ النادي الاهلي. انا كمان عايزه اقول حاجه, هو النجاح مش بيبقى يعني مثلا انا خريجه بقالي 20 سنه بلعب في النادي الاهلي, اشتغلت في مؤسسة تعليمية شغلي دلوقتي حاليا. بس أنا حاسة أن أنا لما في شغلي بطبق المبادئ اللي أنا اتعلمتها من النادي الأهلي, فحاسة أن أنا بنجح. يعني بحاول أن أنا مثلا الطلبة أتكلم معاهم, لا أنت مفروض تعمل كذا ومفروض تعمل كذا, يعني اللي أنا اتعلمته بنجح بيه في, 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 في حاجة غير الرياضة. كابتن, عارفة بتكملة لكلام حضرتك ليه؟ عشان لما بيحصل إخفاق في النص بيبقى في تفاؤل ويبقى في دوافع بالزبط. ويبقى في مش اللي هو معايا في الكلام ده. خليني اقول لك على حاجه. لا, كمان كابتن شادي, انا يعني بصراحه انا قلت لحضرتك حسن الاختيار في حاجه. نقطه ثانيه, هما نقطتين انا شخصيا عاجبني في هذا قناه الاهلي. حصل فيها تطوير غير طبيعي. ليه؟ عشان اولاد النادي مسكوا القناه.
يعني تفتح ملف انت كده. لا عشان احنا خلي بالك انا بقى في الحاجات دي انت بتقول لي انا متحفظ انا قطر. لا 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 حلو قطر ده شغال. بس انا عايز اقول لك بجد والله يعني انا مبسوط جدا ان القناه تولاها اولاد النادي وكده بصفه مستمره بقوا اعلاميينها واعلاميين مبروك سواء انت او هيثم كابتن هيثم السعيد. هيثم محترم ربنا شخصيه جميله جدا وربنا يوفقه في الانتخابات وان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله الناس كلها بتدعمه وهينجح ان شاء الله. انا نفسي كمان بالنسبه للانتخابات اللي بتاعه الباسكت اللي جايه ان اولاد اللعبه يتولوا مسؤوليه اللعبه. الاولاد اللعبه هم اللي يتولوا مسؤوليه اللعبه. تقصد حاجه انت في النص؟ لا ما اقصدش بس لا انا مش عايزك متحفظ على اللعيب خلي بالك. لا, لا 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 يعني بس انا اللي عايز اقول المهاجره يعني في شخصيات محترمه نازله في الانتخابات اللي موجوده دي كلهم لعيبه يعني سته من النادي الاهلي نازلين يعني سته نازلين انتخابات من النادي الاهلي ولاد النادي لعيبه نازلين في الـ في الـ في الانتخابات دي. ما انا عايز اقول حاجه برضه عشان هيثم انا بحبه قوي انه شخص اكثر من رائع احتراما وخلقا لعب في النادي الاهلي وقت صغير جدا شرب النادي الاهلي شوفوا هنا في الماتشات لا 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 انا بحكي اللي بيحصل ما انا بقى معاه في الماتشات هنا كنت قاعد بشوفك انا لا انا عايز اقول لك لا 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 بصراحه يستاهل كل خير وانا مبسوط جدا بوجودك ووجوده هو لان فعلا القناه رجع لها رونقها بولاد النادي. مين اللي هيفوز بانتخابات السله؟ السله؟ لا السله المعركه صعبه شويه المعركه صعبه شويه بس انا 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 في رايي الشخصي ربنا يولي من اصلح زائد ان نفسي ولاد اللعبه الاصليين هم اللي يمسكوا ويقودوا المسيره ومش الباسكت بس في جميع الالعاب يعني انت عندك النهارده في حوالي 11 12 واحد داخلين من ولاد اللعبه لعيبه منتخبات كباتن ناس عظيمه ناس خدمت ناس قدمت مشهورات وكده يتولوا نجرب نغير شويه ونجرب ونشوف الناس دي هتعمل ايه يعني واخد بال حضرتك ازاي طبيعي لكن طبيعي ان كل حاجه ولاد كره القدم ولادها اللي يتكلموا في كره القدم السله اللي يتكلموا فيها لانه عارفين خبايا لا لا انا رايي منظومه شادي برضه خد بالك التخصصات دي يعني اللي نجحها منظومه النادي الاهلي تعتبر مثال لكل الانديه التخصصات دي يعني النادي الاهلي مجلس ادارته بيقول لك انا حصل اخفاق في الاول بالنسبه للبشمهندس محمود طاهر لكن بدا بيستدرجه الاخطاء ديت عشان كده ما عادش وقت طويل بالظبط ودي حاجه كويسه بتحسب للمجلس ما عادش وقت كتير وقدر من خلال الاخفاقات ديت ان هم السلبيات دي يقدروا يقلبوها لايجابيات ان هم جابوا كوادر بقى ايه زي احنا بتوع الكوره بتوع السله بتوع السله بتوع الطايره بتوع الطايره والحمد لله في الاخر هو ده اللي حصل الجمع والانتصارات الالعاب الجماعيه دي نتيجه ان المجلس بسرعه قدر ان هو يحل المشاكل اللي حصلت ويقدر يحلها بشكل جيد وانا طبعا بحييهم لان عددهم كمان قليل شادي قليل 4-5 فديت عمل بس ممكن يكون كابتن شادي ده ساعدهم برضه ضغط وعبء كبير جدا عليهم انا رايي من رايك مش كده؟ ادى مدرسة واحدة حرية كان في كلام كتير لكن الكل ليهم كل الاحترام لا لا لا, لا. كل من خدم وكل من انتخب من الجمعية العمومية له الاحترام وله التقدير وده شرف ليه ان هو الجمعية العمومية اختارته بالظبط طبعا ده شرف ليه سواء ان حصل بعد بعض الناس او كده لكن الناس الموجودة ادت اكتر ما من متوقع وقدروا يسيروا من مركب بصراحه يعني في امور صعبه في وقت صعب جدا في يعني عواصف شديده في كابتن منى كابتن ماهر كابتن محمد لازم نفهم كلنا كدوله على مش مستوى الرياضه بس في صعوبات صعوبات بنمر بيها في طبعا في تحديات كبيره انا النهارده كنادي اهلي والله اجزم في اللي انا بقوله واتحاسب على اللي انا بقوله لو كل مؤسسه اشتغلت زي الاهلي عملوا في الثلاث سنين الاخيره مصر هتبقى زي الفل ليه النهارده النادي كان فيه امور صعبه من غير ما ادخل في تفاصيل وكان فيه وكل الاعضاء عارفين وكل الاهلاويه عارفين واقلب الكلام ده كله النجاحات وتطوير وامشي بالتوازي في الالعاب الجماعيه في الكوره في بالنسبه للحاجات اللي بتحبها الجمعيه العموميه داخل النادي وبتاخد حاجه تشرف ويبقى الميزانيه بتاعتي بالشكل ده لا انا اسف بالظبط الكل يتعلم طبعا وده يعني برضه هم كابتن شادي حظهم كويس ان هو البلد كلها كانت في حاله
ان البلد بتقوم، البلد في حاله صحوه، البلد في حاله شعور بالمكسب بالفوز، البلد يعني عايزه تقوم. فالمجلس الروح دي جات له وقدموا عليه بصراحه. طيب يعني هنروح نسمع دلوقتي اعضاء الجمعيه العموميه برضو سجلنا معاهم، نروح نسمع قالوا لنا ايه ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفي المحترمين. يعني ما فيش حد يدخل في مشاكلنا، احنا يعني الاهلي معودنا ان هو كل سياسته من الداخل، ما فيش حد بيبقى ليه اي وصايا عليه من ايام صالح سليم، واحنا النادي الاهلي حر في كل يعني تصرفاته، واي راي هو بياخده بيبقى من الداخل، يعني مش زي اي نادي تاني، احنا متعودين على كده. يعني النادي الاهلي طول عمره ملك لاعضائه، وشايفه ان في الاراء يعني اراء النادي الاهلي طول عمرها بتتخذ بموافقه الاعضاء كلهم، وفي جمعيه عموميه بتتعمل كل فتره بيتخذ برضو فيها، بيبقى فيها اي قرارات بتتخذ في النادي. فلا طبعا انا مش موافقه ان اي جهه اداريه تتحكم في قرارات النادي يعني او تتدخل في شؤون النادي. عايز اتكلم على النجاح اللي موجود داخل اروقه النادي الاهلي بصفه عامه، واقول يتدخل في ايه. انا مش عايز حد يتدخل في حاجه، انا النجاح اللي انا فيه يثبت ان لم ياتي من فراغ، ولم ياتي الا من خلال استقلال مجلس الاداره الموجود حاليا، وكل الانشطه اللي موجوده انا راضي عنها جدا، التفوق في معظم المجالات. المقارنه لو جيت تقارن ما بين النادي الاهلي بصفه عامه واي نادي اخر موجود في مصر، او اي نادي اخر موجود في افريقيا او الشرق الاوسط مش في مصر فقط، هتلاقي ان النادي الاهلي يعتبر رقم واحد. انا في بيتي ما عندي شقه واخدها معايا اسرتي، مين اللي يدير امور البيت؟ انا. الجمعيه العموميه هي كده، النادي ده بيوتنا كلنا، احنا بنيجي احنا اللي نقول، محدش يتدخل ابدا في اطلاقا في عمليه الشؤون الاداريه ولا لائحه ولا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ما فيش حد سلطان عليه اطلاقا، ولا حد يلو دراعنا في عمليه ان يقول دي صح ودي غلط، احنا نقول ايه اللي يمشي يتماشى معانا. يا جماعه ده النادي الاهلي وليس اي نادي تاني. النادي ده ملك اعضائه طبعا، النادي الاهلي ده يعتبر الهرم الرابع، انا بعتبره كده، واي مصري بيحب النادي الاهلي بيعتبره كده. واحنا مش اقل من نادي هليوبوليس اللي اكتملت اللجنه بتاعته النهارده، احنا بناشد كل اعضاء النادي انها تنزل تصوت على اللائحه يوم 25 و26. انا كعضو في النادي الاهلي طبعا ارفض الوصايه من اي جهه تانية، وطول عمر النادي الاهلي اعضاء هم اللي بيحددوا مصيره وبيقرروا هم اللي عايزينه. لائحتنا احنا اللي نحطها نحددها نمشي عليها احسن بكتير من يبقى في جهه اداريه هي اللي فرض علينا القيود والاوامر والنظام بتاعنا. احنا هنحطه نقدر نغيره، نقدر نعمل تعديل، هنبشر كل الحاجات دي بناء على طلبات الاعضاء. اكيد احنا كاعضاء ما بنحبش التدخل الاداري، والتدخل يكون الاعضاء ما فيش حد بيفرض سلطته او كده، بيبقى بيننا وبين الاعضاء اكيد طبعا. الحقيقه انا قريت اللائحه بتاع النادي الاهلي اكتر من مره، لقيتها شامله كامله من كل محققه كل رغبات وطموح اعضاء الجمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي، وعجبني فيها بالذات انها فيها على يومين، وانها بتشمل المقرين مدينه نصر والجزيره، عشان خاطر التباعد بينهم ياثر على نسبه الحضور، فدي بتديني مرونه ان انا احضر بس. فاحنا بنتمنى ان الموجود فيها والناس تيجي عشان خاطر نحقق رغبتنا احنا. بدعو كل اعضاء النادي ان هم يقفوا ويساندوا
اللي هي اللي ينزلوا للجمعية العمومية وبرفض أي تدخل يعني في شؤون النادي، ولازم الأعضاء هم اللي يحددوا مصيرهم بنفسهم، مفيش أي جهة تانية هي اللي تتدخل في شؤون النادي. الحقيقة لا، أنا ما أقبلش، لأن المفروض في مجلس إدارة في أعضاء النادي، وما دام بنلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بيها وفي كل الأندية ده شيء طبيعي وعادي. النادي الأهلي طبعا اسم كبير وليه مكانة كبيرة سواء هنا في مصر أو في الوطن العربي أو على مستوى أفريقيا كلها. طبعا لا طبعا ما حدش يقبل أن يكون في وصاية، لأن احنا عندنا من الدراية ومن الإمكانيات ومن الخبرة ومن الحياة اللي الناس شافتها وعاشتها خلال الفترات كلها تحت اسم النادي الأهلي وتحت قيادته، سواء اذا كانت مثلا بتتغير كل فتره بانتخاباتها بكل حاجه. لا طبعا ما نقبلش طبعا اي وصايه نهائيا، لان احنا كافيين ان احنا نقدر نقرر مصير نادينا، او كافيين ان احنا نقدر نختار الطريقه اللي تناسبنا كنادي ليه اسمه وليه مكانته وليه وضعه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي، ان احنا نقول ده اللي احنا عايزينه. برحب بحضراتكم من جديد، وواصل دلوقتي حواري مع ضيوفي مره ثانيه. كابتن ماهر، شفنا في التقرير حتى والتقرير على مدار الاسابيع اللي فاتت دعم من الجمعيه العموميه ومسانده للقرار. النادي الاهلي ما بيبقى عنده حق بعد ما استشار فقهاء قانونيين، عمل لائحته، وهي دي لما يبقى في قرار قوي لمصلحه ناديك بتقاتل عليه، وده اللي احنا اتعلمناه. كلام الناس كلها ما بنسجل معاهم وبنعرض اللي بيقولوه كابتن ماهر والله، فدعم انا مع ناديه واللي يقولوا ناديه. وانت شفت الحوار، ايه رايك في الكلام اللي اتقال؟ تقرير هايل ومنظم وبيوضح فكر ورؤيه جمعيه العموميه او عضو النادي اللي عنده ثقافه وعنده درايه وعنده حب لناديه واخلاصه لناديه. تأكد يا كابتن شادي ان الكلام اللي اتقال ده كلام كبير جدا وكلام محترم وكلام بيدل على ان عضو النادي الاهلي ده عضو مميز، عضو عنده ثقافه وعنده درايه وعنده حب وتشبث بناديه اللي هو بيعشقه. يعني بعض الاراء قال لك نيجي حتى لو قرار خطأ بس تعالى، واخد بالك؟ يعني ده من ضمن الافكار الايجابيه. صح. أنا متخيل يا كابتن شادي إن بالدوافع ديت وبالكلام ده هيأكد لجميع العمومية النادي الأهلي، إحنا بنتكلم على 12500، أنا شايف يا محمد إن شاء الله بإذن الله إحنا هنعدي، ده إصرار بقى جمعية عمومية النادي الأهلي، إحنا هنعدي أكتر من 20000 في اليوم الأولاني. إحنا مش أقل من الأندية يعني نادي هلوبس. عايز أسألك سؤال، تقول لي أه ولا لأ؟ اتفضل. موافق على القرار اللي اخده مجلس الاداره على يومين بعد ما اطلعت على كل الدنيا؟ موافق على القرار اللي اخده؟ انا موافق، ومن حق مجلس اداره النادي ان هو ياخد قرار باليومين، وده حقه وحق جمعيه العموميه بتاعته وحق عضو النادي وحق كمان ان احنا نتشبث باللائحه اللي احنا عايزينها، اللائحه اللي احنا تعودنا عليها، اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي احنا تورثناها. النادي الاهلي هو طول عمره اللي بيحط اللوائح، والنادي الاهلي هو يمكن نعلم المؤسسات كلها ايه معنى اللائحه. فالنهارده انا بقول من حق النادي الاهلي ان هو يتمسك باللائحه بتاعته، من حق النادي الاهلي ان هو يحط البنود اللي هو عايزها، من حق مجلس الاداره اللي موجود الحالي بعد الانجازات اللي اتحققت ديت ان هو يختار التوقيت ويختار اللائحه المناسبه. وعلى الجمعيه العموميه لاعضاء النادي الاهلي، انا عارف ان هم في وقت الجد النهارده هتتفرج على اليومين دول يا كابتن شادي، ولا انتخابات على الرئاسة هتلاقي زحف قوي جدا، لان اعضاء النادي الاهلي متشبثين بناديهم وعناديين، واخد بالك؟ وكلهم اصرار وعزيمه ان هم يجي. فان شاء الله انا بطمن من الجزئيه دي، وهنعدي حتى الرقم المطلوب اللي هو 12500000. انا شايف ان احنا هنعدي ان شاء الله اكتر من 20000 ان شاء الله عضو جمعيه عموميه في اليوم الاولاني. طيب يعني كابتن محمد، عايز اسال حضرتك نفس السؤال، القرار النادي الاهلي اخده مجلس ادارته وعمل ندوات وتحاور مع
اعضاء جمعيته العموميه مع كل الاهلاويه موافق عليه طبعا أنا ولا موافق. معترض لا لا لا, لا. اللي انت تمشي في الطريق ده لا 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 هو بص كما تعودنا يعني في النادي وكده ان لما بيصدر قرار بيصدر عن قناعه ويقين ودراسه دراسه عن طريق زي ما حضرتك قلت استشاريين مستشارين عظماء اجلاء طبعا هم اللي حطوا هم اللي وضعوا واللائحه دي كانت موجوده وحصل فيها التعديلات كده واعتقد ان اللائحه الاصليه ما فيهاش يوم او يومين ف اجتماع خاص الجمله واضحه وصحيحه راح انا رايي كمان ان دي مريحه لاعضاء النادي الاهلي وهو عشان كده على فكره هي كانت طلبات في الاساس طلبات الجمعيه العموميه احنا عايزين علومين عشان راحه المدينه اللي كنت عايز اضيفها للكابتن ماهر ان هي راحه للناس او اللي عنده ظرف او اي النادي كيان واحد سواء زايد او مدينه نصر او النادي الاهلي هو في الاخر النادي الاهلي هو الكيان الموجود اللي الناس كلها لكن انا شايف من خلال التقرير ان في تحدي واصرار من الناس على التصميم النادي الاهلي نادي كبير ما اعتقدش انه يفرض عليه لما الانديه كملت يا كابتن انا اسف على المقاطعه لما الانديه كملت في العدد المطلوب في بعض الانديه عمل حافز كبير عند اكتر طبعا ما لسه كنت بنتكلم انا ومنى على الموضوع ده ان النادي لوبيس عمل حافز بصرف النظر انا في اعتقادي الشخصي كخبرتي في النادي ان بصرف النظر ان النادي اليوبلس وصل عدده كبير او نادي تاني وصل عدده كبير لا النادي الاهلي مؤسسه غير مؤسسه مختلفه مؤسسه عارفه حقوقها عارفه وهيبقى في انا زي ما قلت لحضرتك وتحدينا بعض انها يفوق ال 20,000 في بالنسبه لليومين ان شاء الله وهيبقى رقم قياسي لن يحقق ما حصلش في تاريخ الجامعات العموميه وده كان مطلب من مطالب للمجلس الاداره انه بقى يومين عشان زي ما حضرتك قلت الراحه بتاعه الاعضاء نفسهم زائد ان هو هيبقى عرس انا متاكد هيبقى حاجه زي بطوله افريقيا كده انا في رايي يعني ان شاء الله وانا بره برضه انا بقول لك انا بره النادي مش بعدش اقول لك انا عايز لا انا مش شغال في النادي حاجه شغال في النادي طيب كابتن منى نفس السؤال شفتي لائحه انت قريتي قلتي لي ومعزوك حضرتك وقعدتوا مع بعض وبتخططوا مع بعض في قناعه اللي تتوافق موافقه على المبدا بقى اللي انا امشي في الطريق ده ما دام عندي الحق فيه موافقه عليه انت وزوج حضرتك ولا لا؟ موافقين عليه ليه موافقين عليه؟ لان اللائحه كلها بتخدمني اللائحه كلها حاجات بتخدم الاعضاء الاعضاء فانا عاوز ايه اكتر من كده مش وحته اليومين دي برضو دي يعني في منتهى الديمقراطيه في منتهى الناس اللي مثلا مش هتقدر تيجي النهارده هتقدر تيجي تاني يوم ظروف طب ما انتوا بتخلوني بنتكلم كابتن شادي بندور على الديمقراطيه وتوسيع القاعده والكلام الفضفاض ده والمشاركه وعلى ارض الواقع لما نيجي نبص في لوائح وبيمنعني من ده وبيجبرني على حاجه معينه ما خلاص ما هو ما بقدرش النادي الاهلي طبعا مؤسسه زي ما قلت لحضرتك غير هو النادي الاهلي دلوقتي المجلس يعني زي طالع او ماشي في الطريق او 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 المجلس الموجود دلوقتي له كل الاحترام ماشي انا شايف ان هو ما فرض قرارات فرض اشياء قد تعيق المسيره فاحنا لازم الاعضاء يشوفوا اللائحه ويحطوا رايهم فيها سواء بالسلب او بالايجاب ليه عشان دي تكمله المسيره اللي هو عاملينها هم قالوا وما يتفردش عليه النادي الاهلي مش متعود ان يتفرد عليه اعتقد يعني مش متعود انا الوقت جري بينا جدا هسمع كلمه اخيره بس اسمحوا لي عشان انتوا اللي قلتوا السيدات او فيرست ماشي مش هقدر دي قاعده معلش انا اسف كابتن يعني انت خفت في الاخر ايوه قلت لها لو باهر خفت الصراحه روح كابتن منى اتفضلي هتني كلامك هتقولي ايه هتقولي ايه لعضاء الجامعه وما حابه تقولي اتفضلي هقول له طبعا كل التوفيق واتمنى ان الناس كلها كل اعضاء النادي الاهلي تيجي وتشوف هي محتاجه ايه وتتكلم وزي ما تعودنا احنا عندنا ديمقراطيه وعندنا مجلس اداره بيسمع واتمنى ان الناس كلها تبقى موجوده ان شاء الله كابتن ماهر همام في اخر حوارنا هتوجه رساله للجمعيه العموميه تقول لها ايه وحضرتك عايز تقول ايه في الاخر؟ بقول للجمعيه العموميه بالتوفيق ان شاء الله بمجلس اداره النادي الاهلي وزي ما احنا متفقين ما حدش بيفرض علينا اي لوائح احنا اللي
بنحط رويحنا بايدينا، واحنا تعودنا طول عمرنا جميع مجالس اداره النادي الاهلي احنا بنحط اللائحه بتاعتنا اللي تناسبنا، اللي تناسب العضو اللي بتريحه. وطبعا انا بقول يومين بالنسبه لاعضاء مجلس جمعيه العموميه النادي الاهلي، فهم يومين هيبقوا بالنسبه لنا راحه، كل المشاكل اللي ممكن بتقابلنا قدر المجلس ان هو يحلها من خلال اليومين، ان هو يريح عضو الجمعيه العموميه، وده عرف كلنا متعودين عليه. وانا بقول لك يا كابتن شادي، دي الدوافع بقى اللي موجوده عند عضو جمعيه عموميه النادي الاهلي ان هو هيجي ان شاء الله ويشرف ناديه، وتطلع يومين بالنسبه لنا زي ما قلنا عرس للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن محمد نفس السؤال، هتقول للجمال عمويه تمنياتي ان شاء الله بالنجاح، وان شاء الله هي هتبقى حاجه مفخره بالنسبه للنادي، وحاجه هتبقى حدث تاريخي بالنسبه لي انا اعتقادي الشخصي، وان شاء الله يكون صادق في يعني. وان انا ومجلس مجلس موقر، مجلس محترم، عمل اللي عليه في الفتره اللي هو كان موجود فيها، نتمنى له التوفيق، ومن نجاح لنجاح طبعا. عضو النادي ده حق اصيل ليك انك تروح وتقول رايك، سواء بس بانك رافض او مستجيب لللائحه دي، لكن لازم تروح ولازم تدي رايك. في كلتا الاحوال في نجاح، سواء انت قلت لا او سواء قلت اه، في نجاح. صح، دي هتبقى نتيجه ثمره الديمقراطيه اللي موجوده في النادي. مش عيب ان يبقى في اخطاء، الاخطاء ممكن تتعالج زي ما احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه، وفي حاجات كثيره في فتره وجيزه اتعالجت يعني وكده، لكن النادي الاهلي لن يفرض عليه لائحه او لن يفرض عليه قرارات تعيق مسيرته، وده مبدا قديم يعني متربيين عليه من زمان في النادي. صح. بتمنى للجميع التوفيق، بنشكر كل من ساهم في اخراج الحفله الجميله من اللواء مدير النادي ومساعدينه وناس مدينه نصر والناس ديته، كل من ساهم من في نجاح ان شاء الله، إن شاء الله العرس ده، ان شاء الله ان شاء الله يبقى عرس كبير وفي عدد كبير ان شاء الله. شادي على انك اعلام متميز صريح جدا. لا بجد والله حبيبي، انا قلت لك الكلام ده قبل كده بدون مجامله، صريح جدا. ما تقفش وما تبصش ورا، ما تقلقش علينا ان شاء الله. طول ما انتوا ولاد النادي المحترمين بيدعمونا، طول ما جماهيرنا بتدعمنا، وطول ما الصفحات المحترمه على السوشيال ميديا هرجع اكرر مره من بتدعمنا، هنكمل في طريقنا. شرف كبير وجودك هنا على فكره، انك انت تولي يعني من الناس المتوليه في بيتك يعني. حبيبي حبيبي بجد والله، حبيبي يا كابتن محمد. انا بشكرك، وكمان خليني اقول لك على المستوى الشخصي، عندك ابن حضرتك نجم في عالم كره السله، حاجه مشرفه، حاجه محترمه، الحمد لله بتابعه، والبنت كمان ثابته للامانه. بس كابتن طارق خيري يلعبوا عشان محمد بعد الكلمتين اللي قالهم لازم كابتن. طيب الوقت جري معانا، وانا مبسوط من الحلقه دي جدا. كابتن منى شرفتيني ونورتيني، وان شاء الله نكرر الحوار مره ثانيه. بس بعد ما يتحقق الرقم اللي انت اتفقنا عليه. في رهان فيها بس خلاص. كابتن ماهر همام شرفتيني ونورتيني. بالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله. مشكورة كابتن، حضرتك نجم كبير، ربنا يخليك، وصاحب بيت وتاريخك كبير جدا جوه النادي الاهلي. ربنا يبارك لك. كابتن محمد شرفتني ونورتني، بالتوفيق ان شاء الله. انا اتمنى لك حلو على كره السله، ان شاء الله. انا بقول لك الجمعيه، وان شاء الله كل خير ان شاء الله. انت مش لعبه واحده، انت كشكول يعني في كل الملاعب اللي شرفتوني ونورتوني، وسعدت جدا بالحلقه دي، وببقى سعيد اكتر لما ولاد النادي اللي حاوا بطولات وانجازات على في كل الالعاب يبقوا موجودين معانا. اتكلمتوا الكلام الموضوعي، الكلام السليم، من خوفكم وحبكم وعشقكم للنادي الاهلي، وده اللي وصلني من حلقه النهارده. في نهايه الحلقه هوجه انا كمان رسالتي للجمعيه العموميه، للي بيزايدوا علينا وبيقولوا ده بدعايه للجمعيه العموميه عشان تروح، ده شرف ما بعده شرف ان انت تدعو جامعتك العموميه اللي هي واحده من ارقى الجامعات العموميه في مصر. مع احترامي للجميع، كل واحد معاه كارنيه النادي الاهلي، كل سيده، كل راجل، كل اي حد معاه كارنيه النادي الاهلي، روح روح عشان ده تحدي، والموضوع بقى موضوع كرامه، وهي دي الحقيقه بالنسبه للي احنا بنشوفه في قنوات اخرى وغير قنوات اخرى، وكلام كتير كمان في الصحف. في ناس دعتكم ان انتم ما تروحوش، في ناس اتكلمت على امور كتير جدا داخل النادي الاهلي، في ناس كتير اتكلمت ان انت ما تروحش، والكلام ده كله اللائحه دي بتدور لك او بتدور كل اهلاوي. الكلام ده مش صح، الكلام ده مش حقيقه. ورسالتي لكل الاهلاويه، وزي ما الكابتن محمد قال وكابتن ماهر وكابتن منى، الموضوع موضوع كرامه، موضوع اهلي، موضوع اللي ناس كتير قدرت اللي هي
تجيب الرقم، فاحنا الاهلي احنا اللي بنقود ولا نقاد. فاتمنى من كل اهلاويه ان شاء الله يبقى عرس كبير جدا من النظام الموجود اللي عاملاه الاداره التنفيذيه، والناس كلها تروح بشكل كبير جدا، واوعى تاثر في حق ناديك. الاهلي وقف جنبنا كلنا، اعضاء، لاعبين، مشجعين، حتى على مستوى التشجيع. هتقولوا لي ليه؟ هقول لك عشان وانت بتشجع الاهلي وهو بيجيب بطولات بتبقى فخور وانت بتتحرك وسط الناس. انا اهلاوي ببطولاتي اللي انا برفعها. كل الناس، كل اهلاوي عليه مسؤوليه، مسؤوليه اللي انت جال اليوم اللي الاهلي هو اللي محتاجك، مش حد ولا فرد ولا شخص ولا رئيس ولا مدير ولا اي حد، الاهلي هو اللي محتاجك. اتمنى الكلمتين دولت الكل يعي معنى الكلمتين دولت، لان الاهلي فوق الجميع. هختم زي كل يوم، المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف فرق.